الصوت الآن راه مليح. الصوت مليح. شوفوا لنا ترى الإخوة الصوت. يا الله. شوفوا لنا ترى الإخوة الصوت إذا كان مليح. هيا لاباس. صحيت الأخ عيسى. يا الله. المهم الانتظار هو أنه ربما يجدوا يعودوا يلتحقوا الإخوة. اصبر عيسى نعاود نعيط لك هنا. هي مفتوحة برك انت برك ما كشت. يا سيدي راني عيطت لك عيسى دير اكسبتي برك من عندك وروح يا سيدي فرغ فرغ قلبك. ما قالوا اش لا. يا سيدي. ايوا عيسى. واش السلام حوالك؟ عليكم. صباح. سلام. واش راك في الخدمة ولا؟ هذه في الخدمة. اسمع اسمع اهلا. انا الحديث تاع كورونا بدينا فيه احنا باه يعرفوا الشباب اللي راهم يسمعوا. احنا رانا بدينا في عين ياقوت. راح نستوبي ولا راندي ولا فلان. عندنا الشباب قال لك يا خويا هذا الخطره واحد ما يفوت. فاهمني؟ سمعت لا فلان. احنا نحضروا رواحنا من درك نخليوها للشهر الاخر. رانا من درك والله العظيم رانا بدينا فيها مليح. يعني انا نقول للشباب كل بلديه احنا ولايه باتنا فيها 65 بلديه وفيها 25 دايره. مليح. من عين ياقوت رانا بدينا ما فيها والو والو. ان غران شونجمون راديكال يعني ما كانش. ان شاء الله بدايه راهي بدات ان شاء الله. قالش الاخر الخطوه تعرف حكايه هذيك القولي 12 راجل انا لقيتهم انا ردي. يا لاباس. والله العظيم راني نحكي معاك بجد وفريمون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا كنت مانيش هابط والله العظيم ما كنتش هابط الجزائر. كنت نستنى هذيك انت بالذات ودرت عليها مان فيديو وتحديت بها. قلت لهم انا كما يهبطش نور الدين السما الواش السما ما كان والو. لكن الجماعه كي هضرت معاهم دارنييرمون وقالوا لي يا عيسى رانا نحتاجوا افكار نحتاجوا رجال نحتاجوا كذا. يا خويا ما كان حتى مشكله رانا هنا باش نساعدوهم بربي ان شاء الله. المهم اني قلت لك والله البدايه بربي ان شاء الله. قلت لهم شوفوا لو كان نعدلوا عين على بالك انت ما تعرفش عين ياقوت. انا نعرفها كيما تعرف حتى البرج. التوازنات اللي عندنا والعروشيه اللي عندنا والدشراويه اللي عندنا والقواوده حاشاك بني قواد اللي عندنا على بالك بالاسم. الكلمه هذه على بالك احنا عندنا في الشرق عاديه بصح كاين ناس واحد اخرين يعتبروها بلي كلمه كبيره. اسيدي هذوك اللي يجيبوا الخروف يقودوه للمسؤول. الوشات. ايه لا يجيبوا له المسؤول على بالك هذوك يوصلوا للمسؤول كبير. واحد يحكي لي قال لي انت واش نديروا احنا مع الشاف دايره؟ الشاف دايره نروحوا ليه ما يعطينا والو وحاكم لنا البيجي. قلت له الشاف دايره عنده قانون تبعوا بالقانون عنده ديري ما يعطيكش البيجي شكي به ديروا به عمليه ديروا به قالش الاخر بوزيو به بلانتي طير من بلاصته راهو مسؤول باه ينفذ هذه المسؤوليه برك ما عندوش حاجه اخرى انه يبخلك والله. المهم احنا راح نقضيو على ايوا عيسى رانا بربي ان شاء الله ادعيوا لنا برك بالخير رانا بدينا ان شاء الله نلموا بعضنا. مستعدين الاخوه هذو اذا كان راك في اتصال معاهم مستعدين اجل باش نساعدوهم نعاونوهم في المواقع نتاع التواصل نقدروا نديروا معهم حوارات على جال باش نعرفوا بهم الناس. ما كان حتى مشكله مرحبا بهم. قلت لك راهي واحد هذاك اول مره نحس بها صدقني على بالك اول مره من 30 سنه نحس بواحد الحاجه هكا باللي كاينه حاجه تغيير راح يجي كبير ثاني يعني. ان شاء الله تحرك الحراك
اسمع الحراك، حنا انا اللي قلت لهم كما انا الحراك اللي يكونوا فيه جماعه على مصر هذا الخطره يتنحى ديراك، ما ناش باغيين على مخر غير على الجزائر. تربح ما تجيب لي حتى غنيه، ما تجيب لي حتى غنيه على قضيه وطنيه. والله احنا خارجين باه نعدلوا البلاد، خارجين باه نطلعوا نديروا نهضه في البلاد. اللي خرج ينسى المنطقه نتاعو، ينسى الجهه نتاعو، ينسى العائله نتاعو، ينسى الطموحات الشخصيه نتاعو، ويركز على القضيه الوطنيه. نهار اللي احنا في النهار اللي نديرو مؤسسات اخويا، انت تحب تترشح في المنطقه نتاعك والله في العائله نتاعك، والله الله يسهل عليك، ربي يسهل عليك وربي يعاونك. بصح باش انت دير لي درك مثلا الناس خارجه من اجل القضيه الوطنيه، وانت هز لي اعلام وهز لي واسمو الدافع لي على قضيه تاع المنطقه نتاعك ولا نتاعك. والمشكل وين هو؟ انك دير روحك انت باللي راك تتحدث باسم قضيه وطنيه، تتحدث انت باسم الشاويه، وتتحدث انت باسم التوارق، وتتحدث انت شكون كلفك يا صاحبي؟ شكون؟ هضر بنفسك برك، هضر بنفسك خويا. الناس تهز اعلام واحد، علم الوطن، قمت ور واحد تكلم بالقبيليه ولا بالشاويه ولا بالترقيه ولا ما كان حتى مشكله على العين وعلى الراس، تحب تلبس اللباس نتاع واسمه قال مثلا نتاع الجل باش تعبر على الشخصيه نتاعك، والله بالعكس بالعكس على العين والراس، بصح تحت مظله وطنيه. اروح نتلاقاو، فهمت؟ انا ما رانيش راح نجي نقول مثلا انا من البرج غدر راح نترشح لك انا في تيزي وزو والله في بجايه، انا ما عنديش الدروه باش نجي نترشح لك انا في الولايه نتاعك، ولا انت تقدر تترشح انت في باتنا والله في كذا. ترشح انت باش انت تخدم المنطقه نتاعك اخويا على العين وعلى الراس، بصح في اطار وطني. اما باش تجي انت الوطن هذا تحطه تحت رجليك وكيما حابو انت، نو نو، ماكش وحدك في هذه البلاد. هذه البلاد هذه فيها الشر، فيها الشاوي، فيها العربي، فيها المزابي، وفيها الترقي، نتلاقاو تحت مظله وطنيه في كل الاطارات، في كل الاطر، فهمت؟ تيجيو جماعه قال مثلا السونات راك تديها على نتاع باباك ملك نتاعك، والله قال البور نتاعو، المطار نتاعو، التلفازه نتاعو، لا علاه صاحبي؟ هذه قضايا مؤسسات وطنيه، والمكانه هي للكفاءه، فهمت؟ الكفاءه. قال غدوه الناس اللي راهم دوك مثلا في المطار ولا في ياك تشوف هم ولاو يمدوا فيهم الشركات اجنبيه وكذا. علاه؟ لماذا؟ لانه هذه العقليه نتاع ابناء المنطقه، ابناء الجهه وكذا يا صاحبي. دوك هم الناس هذه اللي عبد الله المؤسسات نتاع الجيش، قال مثلا الواحد هو شاوي هما يبعثوه الصحراء، او قال مثلا واحد صحراء يبعثوه الوسمو قال المنطقة القبائل. علاه؟ لماذا؟ لأنه هو على جلد باش يغرس فيه هذاك الفكر الوطني. بصح باش أنت تجي لي أنت تروح تدخل مؤسسات يا صاحبي تلقاه من المدير للعساس، واش نتاع باباك ولا؟ إي شوية. هما عطلونا الحقيقة. كاين قداه المرة كيما تحكي أنت تقول جينا جاونا فرص التغيير، بصح عطلونا بالحوايج هذه. امين ربي يبارك فيك ان شاء الله، ربي يحفظك. عطلونا 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 بالاعلام. عطلونا، قلت عطلونا بالاعلام هذا، عطلونا بالجهويه، عطلونا بالتشراويه، عطلونا بالبن عميس، عطلونا بالرشوه، عطلونا بقدام المشاكل. احنا رانا نبداو كاين توجهات مختلفه، كاين بعض الناس ايضا ثاني اللي عندهم مثلا فكر مثلا قال سوا ديزون كيما قراش قايل صالح سوا ديزون قال مثلا قضيه واسمه اسلاميه، ايه قضيه اسلاميه، بصح كيما راك فاهمها انت ماشي كيما راه فاهمها المجتمع الجزائري، كيما راك فاهمها انت برك هذاك الفهم نتاعك، انت حاب انت توسي تقترح من حقك. تقال مثلا دوك مثلا انا نقترح ولا من حقك اذا كان مثلا في افكار تخدم البلاد، بصح ما لازمش انت تحط روحك وصي للشعب. ولا كائنا من تكون عندك توجه وطني ولا توجه اسلامي ولا توجه علماني، صارت الناس تقصي في بعضها، يجي يقول لك هذاك علمانيه لا اسلاميه، والاخر يقول لك اسلاميه لا علمانيه، والاخر يا صاحبي او
تم مازالك مام با ما حطيتش رجليك في السلطه، ما عندك والو، تقعد تقصي في الناس حتى من خلال الخطاب. يا خويا تخرج الناس، يا خويا نحترمك، فهمت؟ مادام انت ما راكش انت تسيء للوطن، مادام انت راك ماكش تسيء للمقدسات، مادام انت ما راكش تعتدي على واسمو، نحترمك، نختلف معاك، ما نتفقش معاك، بصح نحترمك. هذا الحراك نتاع الناس كل الناس اللي قال مثلا درك هما كانوا متسببين في هذا الفساد، متسببين قال مثلا في هذا الدماء، متسببين، وقال مثلا هو يجي هو يحكم الميكرو يبدا يدرس للناس في الشرف وفي الاخلاق. قال سي محمد قال ايش بدره، هذا من حق نتاع الجد باش تعزله، شي باش تقصيه تعزله. قال بعد خلي ناس اللي هما يديهم نظاف، خلي ناس اللي هما يحوسوا، لانه لما يشوفوك انت انسان يشوفوا انسان فاسد. هانا يشوفوا فيهم هذو دوك الناس اللي راهم دركم كانوا في وقت من الاوقات مع بوتفليقه، وكانوا في وقت من الاوقات مع زروال، وكانوا في وقت من الاوقات مع الشاذلي، وكانوا حتى مع بن بلة ومع بومدي، مع الناس كل، وما زالك انت في السلطه. انت كنت انت دوك غير يشوفوك الناس برك، بمجرد هو انه يشوفوك الناس يقول لك ما كان لا تغيير لا والو، حتى اذا كان راه نيتك صحيحه. لماذا؟ لانك انت محسوب على وزمو. خلينا يا خويا نشوفوا وجوه جديده، خلينا نشوفوا افكار جديده، خلينا نشوفوا تصرفات جديده، خلينا نشوفوا سلوكات جديده. وشيئا فشيئا هو انك انت تعيد الامل لهذه العقول اللي راها برا، هذا الكوادر اللي راها برا، هذا الاموال اللي راها برا. لا انت دوك تحسب ان انت الناس دوك راه غير تجي هكذاك برك تستثمر، ما تجيش. او الناس دوك مثلا انت واحد راه انا مثلا مثال برك دوك نعاود نرجع لك الكلمه، مره من المرات كنت نتناقش مع وحده لاباس بها، راه في قناه فضائيه كبيره، وفي ذاك الوقت كنا نتناقشوا على القضيه نتاع القناه نتاع المصالحه. وغير برك هكذا مجرد نقاش هذيك اقترحت عليها، قلت انا يعني لو كان تقبلي، لو كان يعني يعني تكوني هكذا مثلا مسؤوله في هذه القناه، قلت لي ما نقدرش. قلت لها علاه؟ قلت لي انا مانيش ضد المشروع، مشروع طموح، مشروع رائع، مشروع قادر يعني يكون له نجاح كبير، بصح انا ما نقدرش نغامر، ما نقدرش نغامر، انا راني لبس عليا بمكانتي بالشهريه نتاعي المضمونه كذا كذا كذا، اولادي كذا، ما نقدرش انا حاجه في يدي نطلقها ونروح نتبع انا في معلى بالي شوين راني رايحه. فهمت؟ هذه كامثله. صح، هذه ما بغاش تضحي، نبغى اسمع اسمع، انا ربينا علاه انت ضحيت 20 سنه وانت هامل؟ لو كان عينك في المنصب وعينك في الدراهم ما قعدتش الدائر. ها هو السعيد والمنصب، السعيد هذاك تاع اللي كان معاكم، ها هو وين هو وفي الرئاسه. صح، علاه الناس ما تضحيش؟ علاه عندك منصب ما تضحيش عليه؟ عندك بن علمك ما تقدرش توقف له، قال بن عمي موش مليح، قال موش مليح وتربح، ما نمشيش معاك وما نعديكش كيما كنت تقول، تبقى بن عمي ما نتعاملش معاك، بصح تبقى بن عمي. هما احنا دوكا غير تقول كلمة حق تولي عدو. احنا قلت لك المهم رانا بدينا، انا خلي الكلمة بالك للسي الشريف. راه شريف تسمى ولا؟ باش دوك شوف فيها وين الرجال بصح. إذا باغي يدخل اسمع، أنا قلت لهم إذا نجحنا في عين ياقوت الأخ أحمد المرادية، هذا هو عيسى، سمعت المرادية نروها قريبة. كيف قلت للأخ؟ لو كان ننجحوا، نعم قلت لك، أنا قلت لهم لو كان ننجحوا في لم الشمل في عين ياقوت المرادية سهلة نوصلوها. ربي يجيب الخير أسي نور الدين، ربي يعاونك وربي يشفيك. آمين. سمعت. وربي وربي ترجع للبلاد، حنا باغيين نخدموا معاك في البلاد في وسط الجزائر في قلبها. ان شاء الله ان شاء الله يكون الخير في هذه السنه هذه ان شاء الله، ونخرج للطريق. بصح الحراك ما على باليش انا يخرجوا ما يخرجوش، هذه مازلنا ما وصلناهاش، حنا رانا غير نوجدوا في روحنا. مناسبه وطنيه اذا تم الاستغلال تاعها في الاستغلال الصحيح، فهمت؟ وتم التوظيف تاعها في التوظيف الصحيح في الاطار الصحيح، وكانت فرصه على جال باش هما ياطروها الناس. يا خويا اطر مثلا، قال مثلا اعطيت لك انا افكار على مستوى الولايه،
غدوه مثلا الاخوه تاع باتنا يقوموا بنفس الشيء او عندهم افكار اخرى. انا هذه كيما نقولوا مجرد اقتراحات. غدوه قال مثلا الاخوه في كل ولايه عندها الخصوصيات نتاعها. درك انت غدوه كي انت قال مثلا انت مثال اللي جبت لي انت مثلا هذه نتاع عين ياقوت غدوه على مستوى الولايه نتاع باتنا كي يقدروا الناس هما يتفاهموا، وغدوه ناس على مستوى الولايه نتاع البرج، وغدوه ناس على مستوى العاصمه، وناس على مستوى مستغانم، على مستوى واهرن وتلمسان، وغدوه ناس في تيوزي والزوب جايه وقسنطينه وعنابه وسكيكده وججل وذيك وذيك. غدوه الناس فيما بعد تقدر تسمى كيما نقولوا تتاثر على المستوى الوطني. تا ناس القاعده ما داروهاش، الاساس ما داروهش، وراحين يفرقوا في لي شومبر. فهمت؟ هذاك دي انت الشمبره نتاعك، والاخر يقول له ها انا ما نرقدش هنا، انا نرقد في هذيك. هما راهم الاساس ما داروش. انا شوف الاساس وبني على اسس صحيحه، ومن بعد روح واحده واحده. انا باه ما نخليك الجماعه نتاعك سهران ديجا، راهي زي الوحده عندك. والله اسمع، انا على يقين كما قلت، على يقين ومئة يقين انه التغيير يبدا من تحت، من لاباز، من القاعده، من البلديه. اذا بدلنا البلديه وحاربنا الدشره وحاربنا الجهويه وحاربنا الانتهازيين، والله نديروا تغيير كبير. بصح نبداو من البلديه من تحت ونطلعوا. بيان سور، انا هذه وجهه نظري. ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. يلا طلع الشريف نسمعوه شويه. يلا طلع في راح. باي باي. شكرا جزائريين. جزائريين احنا اللي بدلوا البلاد، مش هما. احنا اللي نعدلوها، احنا اللي نديروا التغيير. راه عندكم الثلج جوا. ها؟ راه عندكم الثلج في كندا. ايوا بس دقيقه. قداش راه عندكم درجه الحراره؟ درجه الحراره ما على باليش، بصح راهي تكون قاعد يصب الثلج، راهي في تكون موان سات هكذاك. موان سات. استنى نعدل الحاجه. استنى الكاميرا، استنى نعكسها. كيف نعكسها؟ زرينها هذه. فوالا. شوف. راه. ايه. راك تشوف الخير. هذه بلاد الخير لعليه. لاش مش غير الثلج، لانه فيها راك تشوف. او يصب هكا ويصب ودافي الحال على بالك راني ها ماني لابس والو. شوف هذه يا جزائريين، هذه بلاد الخير لخطرش فيها عداله اجتماعيه. جامي جاهم زلزال، جامي جاتهم فيضانات، جامي غرقوا. الثلج يحاربوا في الطبيعه، يعملوا في الطبيعه على بالك. غير الثلج هذا على بالك سي نور الدين يوكل حوالي 500,000 عائله تاكل من هذا الثلج هذا اترافير لو كندا كي نحكيها. يعني 500,000 عائله عايشه غير من الثلج من ديسمبر لافريل. راك تشوف. راك في كيباك العيسى ولا في موريال؟ انا بعيد على، انا في كيباك لا كابيتال. لا كابيتال هي كيباك. بصح موريال هي كما نقولوا بعيده عليا ب 225 كيلو، هي العاصمه الاقتصاديه تاع كيباك، تاع لا بروفانس دو كيباك. بصح حنا راني في لا كابيتال، وين كاين البرلمان، وين كاين النواب، وين كاين الوزارات، وكاين القماقم الشخصيات. سمعت انا نحكي لك حكايه ونكون فيها. شوف انا كنت نخدم واحد الوقت، لقيت واحد الخدمه في بيوندر، ندي لهم لي ناب تاع لي تاع الطوابل تاع البرلمان. اسمع، وفي التلفزيون ليله قبلها كانوا زوج يتقابضوا في البرلمان تاع هذيك، شدي وشدك ها وانت وعلاه ما ديرش هكا تاع البرلمان. خشتهم كيعودوا يتعايطوا. انا قلت هذا اللي خرجوا لبرا ظهر الدبزه، والله يا العظيم غير شفتهم بعيني. الغدوه هذيك رحت انا للبرلمان، دخلت لقيتهم يشربوا في ديرات مع بعضهم ويضحكوا. قلت انا سبحان الله، احنا عندنا في كيتقابضوا كيما كيخرجوا الدبزه لبرا ويتقاتلوا تولي عداوه. هما خلصوا الانتيري تاع الشعب. اخويا انا نعيط عليك على جهه الشعب، كي خرجنا نوليو صحاب. ايه على بالك حرت. قلت انا الناس شوف يدافعوا على الشعب يسبوا في بعضهم، بصح يخرج لبرا يولي صحاب. رانا دي كوليغ، رانا برلمانيين والله يسهل. المهم هذه خلي الشريف، يلا ربي يعيشك تهلا في روحك.
الله يسلمك، او شكرا السير جاني لك بس عميس، هاك 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 نردين هاك هاك يدير لك ربوعة صاحبي. يعني كي ما حنش يكربع ما حنش يكربع اسمع كربع لنا شوية، اسمع كربع لنا شوية ثلج شو شو جماعة، ما حنش اسمع ما جماعة، حنش يكربع ما خوفنا في حنش الصحراء من قمد ليلة على روعة من كربع شوية. اهو بس الثلج، اسمع الثلج تاع كندا جايح هذا. ما داير على بالك هذا ما يهموش ثقيل او خفيف على بالك والله تشوف على بالك من بعد يعود يبريد تقول فيه الديامون يا صاحبي فيه الماء واحد انا نعرف الثلج انا شفته في باتنا انا ولد باتنا ولد الثلج شفت الثلج نعرف الثلج كي ما يصبوش عندنا يصب في الجبال نروح لاريس تشوف الثلج كيف هو بصح هنا عندهم يا خويا 4 شهور راهي من ديسمبر جانفي فيفريي مارس حتى عندي 18 سنه هنا لو 15 افريل يخلص الثلج تولي جنة الأرض جنة ربي في الأرض الدنيا خضورية احنا في الجزائر البوطون يسموه خضر ويقول لك أو غازون شفت احنا الانتهازيين واش داروا فينا كي رحت لباتنا في 2015 نلقاهم صابغين الطروطوارات هذاك وين يمشيو عيسى قبل ما نخليك تروح في ثم في كندا كي يكون هكذا الثلج تقطع الطريق ويروح لك من الماء والتريسيتي والغاز والو والو تريسيتي والله العظيم والله يا 18 سنه هنا جامي تقطع عليا نهار الانترنت جامي تقطعت عندك لا اوت فيتاس كليك نوصل عندك زيد كي عندهم هنا قلت لك الماتريال راهي تقريبا 500 عائله تخدم تاكل الخبز من الثلج يخدموا الثلج على بالك احنا في ليله هاك تشوف فيه ليله هاك تشوف فيه نعطي لكم هكا غدوه الصباح قبل ما يطلع النهار ما تلقى والو يتلم كاين يلموه يحطوه في بلايص كيما شفت العرام اللي راه مقابلني لهيه ها شفت العرام هذا مثلا هنا يجي الكاميون يجي ما يديروا به والو ديبو من بعد يذوب يروح للوسيون يطيشوا هكا على جهه الطرق ومن بعد كي يشوفوه كثر يجي واحد الكماين مع واحد الماشينه يلوحوه في الكماين والكماين هذوك يديوه اللي باركينج الفرغاني اللي ما يستعملوهمش في الشتاء يولي ان ديبو يسميوه ان ديبو دناج وخليه لثما حتى يجي الشتاء وخلك وقال لك ربي في خلقه شؤون يصب هذيك المطر هذيك تاع افريل سبحان الله 15 يوم كل شيء ذوب ما يبقى والو 15 يوم غير المطر هو اللي نحيه يذوبه والماء يروح للوصيون صح وما عندهم يحافظوا شويه عندك احلى ماء في العالم هو الماء تاعنا ما كان يعني ناتورال من عند ربي لاخطرش عندهم الاشجار عندهم الحجر كي يجيو هابط هذيك السيول ديجا يتريت الماء لقاوه باللي الماء تاع الروبيني كيما الماء اللي يتباع في القرعه اش معناه نشري تاع القرعه المهم فهذه نخليك ربي المهم يا جزائريين نهار ديروا العدل بميدينات كيما يعطيكم الخير ربي كيما هذه تصفوا القلوب تصفوا القلوب يعود ما كانش البغض ما كانش الحزن ما كانش هذيك النميمه ما كانش بني كذا قلت لك بين بني مشات ما بغيتش نقولها الكلمه كي قلت لي ما تزيدش تقولها المهم يخلصوا هذوك نهار يخلصوا هذوك والله ربي يطرح لنا البركه القمح تعودوا ديروه في الدار يلا ربي يجيب الخير ربي يعيش كما ربي شرشم نوضوا السنين انا نحيناهم دوك نوضوهم شكرا للاخ يلا يلا خرجني انا ما لقيتش فين نخرج يا روحي فكنا يلا طلع لي روح ربي يجيب الصحه ربي يعيشك يعطيك الصحه برك شكرا شكرا للاخ عيسى الاخ عيسى الاخوه اللي ما يعرفوش هذا كان واحد من المدونين للمنتدى نتاع بلا حدود وبعد ما فتحنا الاذاعه نتاع الوطني ايضا كان من الناس المشاركين ربما كان بعض الاخوه ايضا ما كانوش معاه في الاذاعه وفي الحوارات المختلفه ربما يعني استنى نوتر الاخ الشريف يبدو هو انه عندك بلاك مشكله في الخط بتاعك يا الله عليك ايوه شريف وراك يا صاحبي اه يا شريف راك غمض دي الشعب اللي راك في بريطانيا جماعه بالك راهم في
كاش ناحيه هكذا في الجزائر راه ما عندهم الانترنت خير منك. باسي لا لا بسيف باش اه تخلى لا سي نورتين يا صاحبي تقول لك في كاش ماشي ولايه من نحاول الولايات هذوك المطحونه في الجزائر. ماشي حاول نحاول ما نعرفش السيستم ما فهمتش حتى دركا باش انت دخلتني تسمى ما نعرف كيفاش انا ما فهمت والو. واش راك الاخ نور الدين راك نشيط سيدي؟ والله والله على الباس وش راك تايه والله الحمد لله ربي ونحمده كاع والله في نعمه كاع شو نقول لك شنو والله غير الحمد لله اخويا نور الدين والله غير لاباس واش حوالك؟ رانا لاباس لاباس الحمد لله شويه البرد برك هذا مكان امور عادي عادي ما في عندكم بلادي البرد لحالك شو ما عندكم فندق؟ البرد نعم لا لا ما مسكيت ما ضمنش قالوا يكون الثلج بصح ما ضمنش بالك غدوه صباح يكون خاطر الحاله راهي بارده بزاف. وانت صحتك لاباس بخير؟ والله لاباس شوي شوي هاك تعرف الحمد لله يعني الله سمعتك معاك شويه مع سمعت شويه على المداخله تاعك على الحراك وما الحراك تكلمت في المداخلة الأولى نعم ولا حقيقه الاخ نور الدين انا رايي هذا التشويش اللي ويصرى في الفيسبوك في اليوتيوب هبط شوية الكاميرا هبط والله ماكش حاب تبينها بالذمة هل خاطر هكا زيد طلع شوية باش لا انا نشوفوك مليح يا صاحبي لا انا راني حاطط التليفون في ما في ما في بلاصه ما بلاصه باش ما نشدوش بيدي ايه معليش بس عدلو اصبر عدلو باش نشوفوك مليح اصبر اصبر وهكذا لاباس وهكذا هكذاك صافا بقى في هاي لابوزيسيون هذيك يا خلاص قلت لك المشكل هو الحراك وما الحراك والتغيير المشكل هو هذا البلبله اللي واقعه في الفيسبوك في اليوتيوب يعني من هبا ودب يجي يعطي رايه واحد يهضر هذه اغوشي اضروات واغوش اضروات ما راحش اخ عبد الله عبد الله الزواوي واش راك وعليكم السلام صحيت راه فهمت كمل الاخ شريف فهمت فهمتني هذه الامور قاعدين ما راحش تعطي نتيجه لماذا ما تعطيش نتيجه انت عندك نظام عنده مؤسسات تاعو اللي باش هو يبقى يحكم جماعه هاد الناس اللي هم في النظام خدمتهم هما ماهوش لان نقول لك حاجه الجزائري لو كان هذا النظام هذا النظام اللي تشوف فيه حاكم دروك نهضروا الواقع دوك النظام هذا غدوه يغير الطريقه اللي تسير البلاد يغير يولي مثلا البلد المير في البلديه يخدم خدمته الوزير يخدم خدمته الوالي يخدم خدمته والناس تبدا تشوف باللي الاحوال هيك تحسن الناس ما يزيدوش يخرجوا وما يحوسوا على والو يشوفوا باللي النظام هذا لو كان له حايب يبقى يحكم لمده 200 الف سنه ما عليه الا يخدم المواطن هو يخدم الوطن العداله والناس تعيش ولما يكون هناك مشكل المسؤول يتدخل باش يحل يلقى له الحل. احنا واش هو المشكل عندنا؟ المشكل الشعب الجزائري ما عندوش اللي من يشكي. يروح مثلا عندي مشكل مثلا في المستشفى. ما عندكش اللي متشكي، ما كاش اللي يشوف لك واش هو المشكل تاعك. الالاف الملايين والملايين مريضه طايحه في دورها في الفراش، واحد يحتاج عمليه جراحيه، واحد عنده مرض لازم له ادويه. نورمالمون كاين بعض الناس كاين شوف في الجزائر كاين بعض الناس مراد نورمالمون راهم في السبيطار ما راهمش في الدار هما مول العنايه الطبيه في المستشفى راهو قاعد في دارو مسكين المحسنين يشربوا الدواء بالك يجي واحد جارو طبيب يشوفو يدير له لاتونسيون هي نورمالمون يكون في المستشفى ويكون على في العنايه الطبيه باش يجوز وقت من الاوقات باش يتعالج باش يولي لاباس باش من بعد يعطوه دواء يروح يشرب دواء في داره. الاخ شريف خليك سمح حبيت اصبرني برك سم لا باش نختصروا الكلام تسمى انت حبيت تقول لي باللي تسمى الناس ماهيش تخرج من اجل الخروج يعني تسمى كاينه اشياء هي اللي خلاتها تخرج. بارك الله فيك. متفقين. الان الناس اللي حابين يديروا التغيير من المفروض ما يكونوش على الجهات ما تكونش ما الان جاز حوالي شحال اللي جاز 2019 عامين راهي عامين هذا الفيفري الجاي هذايا عامين على الحراك في هذا العامين ما كانش مجموعه اللي اجتمعت وتفاهمت ودارت
نظام يحرك الشعب الجزائري في الاتجاه الصحيح. ما كاش مثلا الناس قائمه 101 ولا 150 ولا 200 واحد على على في على على التراب الوطني وعلى الخارج، الناس اللي في الخارج ممثلين، ويكون هناك عامل تنسيق يمشي ماشي مش الحراك. الحراك الان دار دور تاعو، هو انه وحد الشعب الجزائري. الشعب الجزائري يحتاج الى قياده، تكون هذه القياده تكون منسجمه لبعضها البعض، وتكون تسير وتمشي بخطوه ثابته وسليمه باش يكون هناك التغيير. ما كاش تلقى هذا يهضر، بعد الاخر يجي موراه، بعد هذاك يعطي رايه، والاخر يجي يقول له كذا، وبعد الرايه جوج رايات، وبعد ثلاثه رايات، وبعد اذا كيقول لك انايا لازمني كذا. ماشي شوف انت مقبلات سمعتك تكلمت على عبان رمضان رحمه الله. عبان رمضان كي جا الانسان، كي جا عبان رمضان 55، لان الانسان كي تقول له 55 هو يظن باللي عبان رمضان كان غايب على الصوره 4 سنين، راهو 4 شهور برك. بدات نوفمبر ديسمبر جونفي فيفري لافان فيفري دخل هو في السيستم 4 شهور. هو خرج من الحبس في فيفري، لافان فيفري كان يمضي كل اسبوع يروح عند الكوميساريه يمضي، هرب لهم دخل في السيستم. لا 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 الاخ شريف غاصبرني برك خليك لا لا نعطيك الكلمه. لا لا خليك كمل الهضره، خلي لا لا خليك كمل نعطيك الكلمه. روح تفضل نعطيك الكلمه. انا دوك مثلا كي جبت مثلا واسمه عبان رمضان، نعم، ما جبتوش من اجل الانقاص من القدر نتاعو او الطعن في التاريخ نتاعو او كذا. انا حبيت نقول للناس هذو، شوف اولا انت راك تعرف ديجا كاين بعض الاشياء اللي تعرفها درك، هاد الناس اللي راهم درك هما المجموعه هذو نتاع 22 ولا المجموعه نتاع 6، هما واش حبوا يجيو؟ حبوا يجيو بعمل جماعي. نعم حبوا يجيو بعمل جماعي. نعم. وقالوا منهم اللي كانوا يقولوا باللي بركاونا من الزعامه لمصالح الحاج. نعم دوك انت هذا الناس اللي هما جاوا بالمجموعه نتاع 22 والمجموعه نتاع 6 وجاوا بهذا العمل الجماعي وجاوا بهذه الثوره اللي كانت منتشره في ربوع الوطن، وعطاو قال مثلا شبه استقلاليه للولايات على جل باش هي يكون عندها هامش من المناورة ويكون عندها حرية المبادرة. تجي انت يا ذركا في 2019 ولا 2021 تحب انت تحطها عند عبان رمضان؟ نو لكن نحوس احنا على العمل الجماعي، ونحوس احنا على جل باش تكون قضية وطنية، حراك شعبي وطني يا خويا، لازمك تكون في هذا المستوى. علاش جيت تحط لي انا عبان رمضان؟ وكي نقول لك عبان رمضان صافي با دير باللي غير عبان رمضان، اي انسان واحد اخر، اي شخص واحد اخر. ركز على القضيه الوطنيه، ركز على العمل الجماعي، واعطي له الاشياء اللي انت تنجحوا به، دير له العوامل نتاع النجاح نتاعو. تزرع في بذور الفرقه، تزرع في بذور الفشل، ومن بعد تجي تقول لي انا باللي هاد الناس راهم يحوسوا على تفرقة ويحوسوا هذو ناس راسيست، تاك دير فيها. شوف الاخ نور الدين، شوف النظام تاع 62، انا نقول شوف النظام 62 اللي خلق في 58 ودار الانقلاب على عبان رمضان، ودار الانقلاب على بن خدة، ودار انقلاب على الحكومة المؤقتة، وصرات فيها ما صرات المشاكل وكذا، هادوك هما اللي خلقوا عبان رمضان، هما اللي خلقوه، هما اللي عطاو له هاد الشعارات اللي يتكلموا بهم الناس، يقولوا مدنية ماشي عسكرية، ويقولوا سياسي على العسكري. هما اللي خلقوا له هاد المشكل. لماذا؟ لان هما اخطاوا في التوجه، اخطاوا، حبوا يتهموه بتهمة، وهذيك التهمة شريفة في حد ذاتها، فهما ما كانوش يعرفوا باللي يخلقوا هذه التهمه ويلحق القرن في 2021 الناس ولا تعرف عباد رمضان حتى في التلفزيون كما يديروا نقاش على المؤتمر الصومال،
دائما يقول لك المؤتمر الصمام راهو دار مشاكل وكذا، بالحقيقة ما دارش مشاكل. المؤتمر الصمام كي جاب عبان رمضان ماهوش هو اللي اقترح المؤتمر الصمام، اللي اقترح المؤتمر ماشي مؤتمر، لقاء. كانوا في الاول كانوا يحوسوا باش يتلاقاو، لان لما فجروا الثوره الجزائريه الجماعه الستة قالوا احنا رانا نفجروا الثوره الجزائريه ان شاء الله على 3 شهور او 6 شهور او 9 شهور لابد نتلاقاو باش نديروا الحوصله. الله غالب لما قامت الثوره هاد من القيادات اللي كانوا في الستة كان فيهم اللي ماتوا، كان اللي فيهم ماتوا وكان اللي فيهم ما قدروش يتصلوا بعضهم بعض. الفكره من عند من جات؟ الفكره جات من عند بن بولعيد رحمه الله. مصطفى بن بولعيد هو اللي اتصل بعبان رمضان وقالوا لابد من اللقاء. هو اللي اتصل به، بعث له رساله قالوا لازم من اللقاء، لابد اننا نتلاقاو. فهمتني؟ لما هما تلاقاو لما تفهموا بدا عبان رمضان يتصل بالوفد الخارجي في 55. فهمتني؟ في 55 من ديسمبر 55 وهو يتصل بالاخر ويتصل بالناس ويدير باش يديروا اللقاء. خلي اسمه. لا 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 اخشي اسمع، تعتمد في معلومات تاريخيه. شوف اسمع، هو راه كاين تسجيل بالصوت والصوره. نعم. يتحدث فرحات عباس. نعم. يقول باللي جا ليه هو وعمران في ماي 55، راه تسجيل موجود. والقضيه هذه انا راني تكلمت عليها، القضيه هذه نتاع مؤتمر الصمم، المشكله ماهيش في الفكره. صح يا اخضر الدين، اخضر الدين اصبرني، اسمح لي انت ادخل في الفكره نتاع هذه نتاع اولويه سياسيه على العسكري ولا الداخل على الخارج. المشكله ماهيش في الفكره، المشكله في الوقت، في التوقيت، التوقيت نتاعها. هذه الفكره فكره صالحه لو كان نوقشت في الاستقلال. درك مثلا انت لما احنا نناقشوا الفكره هذه درك احنا في 2021، من حقنا على جال باش نناقشوها لما تهدأ الامور، وقال مثلا يكون فيه برلمان وتكون فيه مؤسسات، من حقنا. بصح في الوقت هذاك الفكره، مش الفكره الخاطئه، الوقت نتاعها اللي خاطئ. خطر عليه في الوقت هذاك الناس راهم هزوا الكلاش. جي تقول لي انت يا اولويه سياسيه على العسكري، هما كانت عندهم نيه على جال باش كما قلت انا من قبيل، على جال باش هما يفاوضوا فرنسا، اعطاو هذيك الوسمو الصبغه هذيك للسياسي على العسكري. والناس اللي هما درك مثلا في الجيش، سواء في الداخل ولا في الجيش نتاع الحدود هذيك، كانوا هما يخوضوا في المعارك، وهذو الناس اللي السياسيين كانوا هما يقودوا في مفاوضات. الاشكال ماهوش ثم، لكن فيما بعد نهار اللي صرات الخلطه هذيك اللي في اسمه في المؤتمر نتاع طرابلس، وصار فيه تسابق على السلطة، وهذه راها كاينة وثائق درك اللي راها تثبتها. فرنسا انت لما انت راه عمركم ما كانوا يتفاوضوا مع كريم بالقاسم، ما تفاوضوش مع السلطة ولا تفاوضوا معها غير على الصحراء، وعلى تفاوضوش مع السلطة، راه ما تناقشوا. بدليل هو انه هذيك تاع شبه الحكم المؤقتة اللي داروها في تاع هذيك تاع روشينوار هذيك والجماعه اللي تفاهموا معاهم وكذا، ما داروهاش غير هكذاك. بالتالي المهم هذه الامور التاريخيه هذه احنا لو كان نغوصوا فيها نغرقوا. احنا دوك نحوسوا في هذا الاطار هذا تاع الحراك، هو اننا نخليو اولا هذه الامور التاريخيه نخليوها للمختصين اللي هما يناقشوها بعيدا عن التعصب وبعيدا عن المنطق تاع الجهويه وتاع تصفيه الحسابات، ويناقشوها في وقتها من خلال الشهادات ومن خلال الاشياء اللي راها موجوده، يقدروا يمحصوا قال مثلا اخطاء اللي وقعت والاشياء اللي كيما نقولوا ما حقوهاش وكذا. وحنا رانا دوك الان حنا هنا من جيل الاستقلال، هنا ديجا حنا صرنا شيوخ وما كان والو، ومازالنا نشطروا في صراعات حنا ما كناش شاركين فيها اصلا. يا الاخ ما خليش اذا كان بقينا راح نزيدوا نورثوا هذه الصراعات، خاطر هذوك راه زجت صراعات واحده اخرى نزيدوا فيما بعد. قال مثلا اسمع باش نرفهوا شويه،
كان مثلا في وقت من الاوقات كانت الناس راه هذا عبان رمضان وش اسمه وابو مدين ومصالي وكريم بالقاسم وخيضر، دوك يجيو الناس يقول لك ابن زديره فهمت وخبابه هذاك وزيطوط وشوشان وهكذا، تبقى الصراعات هذيك راها جايه. لا اخ نور الدين، اخ نور الدين، انا كنت راح نجيك واحد واحد الشيء باش نلحق لواحد النقطه. النقطه هو انه النظام لما ما يكونش شرعي، لا هو شوف النظام الغير شرعي دائما يفتعل الازمات ويفتعل المشاكل ويخلق شيء اللي هو يقدر يغذيه في المستقبل، مثل ما فعلت فرنسا. فرنسا لما خرجت من بلدان اللي استعمرتها مثل تونس والمغرب والجزائر، خلات المشكلة على الحدود، دارت المشكلة على الحدود، لان هي على بالها باللي لو كان هاد البلدان المغاربيه يكون ما عندهمش مشاكل بيناتهم تصبح قوه عندها قيمه في العالم، فهي باش تضعفها خلات لها مشكل وراحت. بالامور كثيره بالمخابرات تاعهم داروا امور كثيره ما نتكلموش عليها، لان كنت نتكلموا عليها الناس ما تقدرش توعي هذا الامر. حنا نتكلموا على علاش قلت لك دوكا الان الناس تقول عبان رمضان والدنيا، لان النظام الموجود الان ماذا به يسمع هاد الناس يجبدوا عبان رمضان ويجبدوا كريم القاسم، ماذا به؟ باش هو يبان باللي يوري للناس باللي شوفوا الفوضى، لو كان انا نروح هاي الفوضى هذا يسقي عبان وهذا يسقي عبد القاسم وهذا يسقي بوكادا وهذا يسقي بوكادا ومع بو مدينيس الاخر كذا. حنا هذا هو المشكل اللي راهو صاري. هي من المفروض راني في القرن 21 ورانا في 2021، التاريخ ما تجبدوش كاع لما تحب دير تغيير. لماذا كي تجبدو تلقى الحساسيات، هذه الحساسيات تولي هي وحدها تخلق لي جروب، اما عن طريق التواصل الاجتماعي او عن طريق الحوارات، وهما هذاك واش هما يحوسوا، لان النظام واش يحوس؟ يحوس يكسر كاع حاجه اللي مبنيه. للشعب الجزائر يقول لك هذا شيء جميل، اي حاجه جميل. شوف فرنسا لما خرجت من الجزائر خلات بعض الامور مليحه، جاء النظام الجزائري في 62 كسرها كاع، كان حوايج يمشوا نورمال. مثلا نعطيك ان اكزومبل، لي دومان تاع الزراعه اللي كانوا حاكمينها لي كولون، لما راحوا لي كولون هما واش راحوا داروا باش يخليوا هذيك المزرعه، باش يديروا خليوا هذيك المزرعه كيما راهي ويديروا الخدامين اللي كانوا يخدموا فيها يوليو يخدموا، قسموها وعطاوها هذا عطاو له كذا، وبعد ولا هذا ما يخدمش، هذا ما عندوش درهم باش يخدم، وهذاك كسروا الدنيا. لماذا كسروها؟ لانهما باش يكسروا باش يتحكموا فيك، ما يخليوكش تخدم تمشي في الطريق الصحيح. الناس كانت في وقت الاستعمار كاين جزائري كانت عندهم شركات صغيره، جاوا واجد امن الشركات قال لك يا ودي ما عندكش دروه تكون عندك شركه. كيفاش يا سي محمد؟ انا في وقت الاستعمار كانت عندي هنايا كانوا عندي شركات صغار نخدم فيهم والشعب يخدم وانا ناكل وهما ياكلوا، تجي انت تقول لي لا تامين هذا ما عندكش حق فيها. علاش تكسر؟ لماذا تكسر؟ باش تحكم فيا ومن بعد تقول لي انت ما لازمش تكون برجوازي. انا ما تبرجوازيش بالسرقه. انا الا كان هذاك السيد سرق دراهم، اسمح لي اذا كان السيد هذاك برجوازه بالسرقه، باش من على بالك بلي رانا في وقت متاخر من الليل، انا ما عنديش مشكله، مي كاين اخوان اللي راهم ربما احنا رانا نتحدثوا على القضيه نتاع الحراك. تسمى واش هي الاشياء اللي هي الانسان يتجنبها، لا سيما من الاخوه هذو اللي راهم موجودين في الحراك، والاشياء اللي كيما نقولوا مستحبه ولا مطلوبه في هذا الحراك على جال باش يعاود يرجع الحراك تدريجيا للزخم نتاعو، باش هو يحقق المطالب المشروعه نتاع الشعب اللي خرج من اجلها. نعم، شوف اول انا من عندي اول حاجه اللي باش الناس يفهموا وباش ينجح الحراك ويروح لبعيد، مش فقط يبقى غير في يدور غير تما برك. الرايه لازم الرايه الجزائريه، الاعلام الجزائر ما دير لي لا رايه قبيليه لا شاويه لا جغرافيقيه لا حتى حاجه، رايه تاع الجزائر. الجزائر لازم عنده اعلام واحد، ما عندوش 10 علامات، ما عندوش 2 علامات، وما تقوليش الرايه ثقافيه،
الرايه الثقافيه هذيك الرايه لما تكون المساله ثقافيه مهرجان في كاش مضرب تجيب لي الرايه الثقافيه لما تسقم البلاد لما يولي الامور لاباس بها وكل شيء يمشي على ما يرام والمؤسسه تخدم. قال يا ودي هذه يا مهرجان القبائل صحاب تيزي وزو يجيبوا ثقافة تاعهم ويديروا مهرجان والناس تجي تشوف المهرجان واش يقدموا من الخدمات ومن من من الطرز ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن الغرس ومن كذا واش منتج زراعي والزيوت وكذا والبخسيس وكذا. كل واحد كيفاش يدير كيما يديروا هنا في الانجليز. الانجليز هنايا قبل من الكورونا كان يديروا ان مارش. اخ شريف خليني نعطيك مثال باش لا خليك كلمه برك سؤال برك انت يا تتكلم القبيلية ولا ما تكلمهاش شويه ما تكلمهاش مليح نفهم بصح ما عادش نهضر مليح. ما احنا في دارنا قبائل بابا قبيلي وما قبيليه يما تهضر معنا بالقبيليه وبابا يهضر معنا بالعربيه. وعلاش انتم ما ديروش الرايه الاخ شريف؟ ما نديرش الرايه باسكو انا على بالي باللي الرايه هذه ماهيش رايه جزائريه، رايه استعماريه لتقسيم الشعب الجزائري. انا ما نامنش بها وما نحش نامن بها طول حياتي. انا كاين ناس عندي فاميليا كيعلموا ولادهم قبيليه نقول ما تزيدش علمهم قبيليه، علمهم العربيه وعلمهم لغات اخرى. لان فرنسا خدمتها من 47 هي تخدم باش تكسر الحركه الوطنيه قبيلي وشاوي. ونعطيك دليل بالادله، المخابرات الفرنسيه قبل من الاستقلال كيعرفوا باللي الجزائر راح الاستقلال بداوا يخدموا لها. حنايا جزائريين فينا قبائل وفينا شاويه وفينا عرب وفينا 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 اتراك فينا طلعين فينا الرومان فينا كاع الزريعه. كان اللي يستوطنوا في الجزائر ولاو يتكلموا العربيه كيما حنايا ولاو الناس يقصروا ولا دخل الاسلام الناس رحبوا بالاسلام. كاين اللي ماشي مسلم كان في الجزائر الكثير من الناس ماشي مسلمين وبارك ربما ما عندوش دين كاع وكان ياهو مسيحي كان اللي راهو يهودي. ما يهمنيش انا راني عايش في بريطانيا ما يهمنيش انا جاري يكون مسلم ولا مسلم المهمني يحترمني ونحترمه. ها صح هذا هو. دوك انا في الجزائر نكون عايش في الجزائر قدامي جاري جزائري مسيحي الله يسهل عليه انا ماذا بيه يكون مسلم ربما ندعيه للاسلام ندير مجهودي صح اذا واحد يبقى مسيحي الله يسهل يحترمني نحترمه. رانا عايشين في بلاد وحده كيما على انا نحب نفهم نسال سؤال الناس هذوما كيف الناس عايشه في ليترونجي في كندا في فرنسا في امريكا في الانجليز كذا وبدنا متعايشين مع الايطاليين متعايشين مع اليهود متعايشين مع المسيحيين ولبس بهم ويخدموا يروحوا يخدموا ولادهم عايشين معاهم يقراوا معاهم يمشوا يروحوا معاهم وبالالف المؤلفه. لا ولا غتصبرني برك على النقطه هذه برك نتاع الرايه ونعاود نرجع لك الكلام. تفضل. خاطر سمعت انا في بعض الاخوه هكذا يمدوا في معلومات مغلوطه. نعم. حول هذه الرايه. كاين منهم اللي يقول لك باللي مثلا هاك انت عايش في فرنسا كاينين هذو نتاع لوكسيتون هذو هو عندهم الاعلام وكاين ما على باليش انا ناس اخرين في مناطق واحده اخرى عندهم ايضا اعلامات وهو ما كان حتى مشكله. يا خويا هذو القبائل يخيراهم هما هاو الاخ هذا راهو كيتكلم معنا شريف هذا راهو قبيلي. القبائل هذو وما راهم يشوفوا في الجزائر تاعهم. علاه انت يا درك مثلا درك انت كي تقول لي انت مثلا لوكسيتون هذه درك راهم هما ضموهم راهم فرنسا راها ضمت بعض المناطق هنا. قال مثلا ما على باليش انا الالزاس كانت تابعه للجهه هذه قال مثلا تاع لوكسيتون جماعه كانوا تابعين في وقت من الاوقات قال مثلا ما على باليش انا كذا البروتون قال مثلا كذا هما راه ضمتهم فرنسا بصح هذو راهم ما ضمتهمش الجزائر ضمتهم ليها يا هذو راهم هما قلب الجزائر كيفاش انت دير اعلام واحد اخر بارك الله فيك هذا نتاع لوكسيتون هو راهو يشوف في روحه برك باللي هو يعبر على الثقافه نتاعه وراهو خذاها هو رايه ثقافيه يا انت الجزائر راه نتاعك وهذا راهو علم الجزائر راهو شارك فيه عبان رمضان وشارك فيه مصالي الحاج وشارك فيه بن بولعيد وشارك فيه واسمه كريم بالقاسم وشارك فيه علاش ما داروش وما اعلام واحد اخر راية وطنية تجمعنا أكل أرواح نلتقي وإحنا تحت الرأي مانيش أنا اللي درتها مانيش أنا اللي طرزتها إحنا لقيناها تعبر عن الهوية نتاعنا الجماعية
عندك انت مثلا خصوصيات نتاعك احنا نحترموها ونحطوها فوق راسنا، غدوه انت يا احنا كي نغيروا هذا النظام ونبنيوا احنا مؤسسات نتاع الدوله على اسس صحيحه وسليمه، وقري انت القبيليه على روحك والشاوي قري الشاويه على روحه والترقي قري الترقيه على روحه، ما عندناش مشكله، ولكن نبقاو كما كنت تقول انت في اطار الاحترام المتبادل. نعم. ونتنافسوا من اجل الخير تاع البلاد. نعم. هذا هو. الاخ نور الدين، شوف الامر سهل، هاد الناس هاد. شوف اسمح لي، شوف انا نتعجب، السيد عنده بلاد قريب قاره وحب هو يدي الاستقلال يولي عنده حصره، مع انه هو قادر يتحرك من الشرق الى الجنوب، من الجنوب الى الشمال، ويدير واش يحب في هذا القاره. انا مازال ما دخلتليش في راسي، انا في اعتقادي البلاد فيها مشكل سياسي، المشكل السياسي يحل سياسيا. الاعلام ما تزيدليش اعلام، قادر غدوه مغدوه انت دير الاعلام، ومن بعد واحد اخر يجي، واحد اخر من جهه واحد اخرى، فكر واحد اخر تجي، اصحاب غردايه يديروك اعلام. بني مزابر في اعلام تاع واحد اخر يخلق لك اعلام، يجي الاستعمار يوظفوا. احنا نعرفوا باللي شوف المشكل تاع البربر، البربرس وقع في 47، وكانوا هادو من البربرس سبتها، ما هو سبت سبه، لابد الانسان يفهمها. مصالح الحاج دار ديسكور باش يستعطف العرب باش يساعدوه باش يقوم بالحرب ضد فرنسا، كي قال باللي احنا عرب، قال ما قالش باللي فيها امازيغ، نوضوا جماعه قالوا له كيفاش ما تقولش باللي حنايا فيها احنا الامازيغ، ما قالوش بربر قالوا الامازيغ. هو كان عنده النقطه اللي كان هو يبحث عليها، ما حبش يقسم الشعب الجزائر بين عربي وقبايلي باش يلقى دعم من الدول العربيه، باش تكون عنده دعم، كيقول باللي نحن ننتمي الى الامه العربيه باش يكون هناك دعم، لانه هو كان عنده مشروع باش يدير ثوره باش يرفد السلاح. راح زار البلدان العربيه، من بعد الناس كي بداوا يديروا هكذا واش دار؟ حبسهم. كان ايت احمد كان على راس المنظمه الخاصه، نحاه لان حضر الاجتماع تاعهم. ايت احمد هو بداته ما قبلش الفكره، عاود انقلب على الفكره، ما كانش معاها، لان فاق من بعد باللي المخابرات الفرنسيه اللي كانت تبني فيها. خلينا هذه المساله، الان راه عندنا احنا رانا مستقلين ب 62، عندنا حكم عسكري قام صبر عليه الشعب الجزائري، صبر عليه الشعب الجزائري. شوف نقول لك حاجه الاخ نور الدين، الشعب الجزائري عاقل بالبزاف. لماذا عاقل؟ لان لما جاء يحكم، لما جاء الاستقلال، الشعب الجزائري هو اللي وقف الاقتلال بين الاشقاء والاخوه. خرج قال 7 سنين بركات. لو كان ما خرج هو في الشارع ينادي 7 سنين بركات، كنا برك ربما الحرب اهليه تنوض في الجزائر. الحمد لله، شوف الشعب الجزائري. نفس الشيء راه وقع مثلا في قضيه مرض بوتفليقه. بوتفليقه كان في الكرسي وسبع سنين هو في الكرسي، من 2013 ولا من 12 هو مريض حتى 2019. صبر عليه هو في الكرسي لعهده كام، عهده ونص هو وصابر عليه، معناتها صبر عليه 6 سنين و7 سنين. لما خرج ما كسر، ما هدم، ما دار حتى كريم. خرج باش يطلب، باش ما كان لا يزيدوا يديروا رئيس بوتفليقه العهده الخامسه، لان راه بهدل بينا. ماهيش قضيه كشخص مريض ما يقدرش يمشي بلاد. لو كان جا الشعب الجزائري، هذا الشعب الجزائري مريض في راسه ومهبول، يدق دق دق دق، عنده الحق يكسر كاع الجزائر. بصح ما كان عاقل، الشعب الجزائري عاقل. الشعب الجزائري ماهوش يبحث باش يعيش في القصور، يحتاج المينيموم. اعطي له الدار، اعطي له حقه، خليه يخدم. ماش مامبا هذيك، يا يتناوك مثلا في الثوره. نعم. انت لما يشوفوك الناس في الصفوف الاماميه تاع الضحي. نعم. الشعب الجزائري كان يقول باللي انا خويا عندي نبزه نتاع كسره وكاسمه. بارك الله. ربها. او سأل العزه. وعاطيك. لما تكون انتيا في المستوى، انت دوك مثلا انت الناس علاش هما تجندوا وراء المجاهدين ووقفوا معاهم وكانوا هما
يذبحوا لهم في الخرفان وكانوا هما يجيبوا لهم في الكسرة ويجيبوا لهم في البن ويجيبوا لهم في كذا، لأنه شافوهم باللي راهم متحملين هم وطني وراهم هما يدافعوا عليهم. بارك الله فيك. وباش نزيد لما يصيروا ناس هما راهم يبزنسوا بقضايا وطنية، المواطن يقول لك اسم محمد اسمع انا مانيش انا حمار باش تركبني، انا راني ندافع معك على قضية وطنية، اذا كان دار قدها تفضل انا راني معك. الشعب راهو مر بتجارب ومر بخيبات. بارك الله فيك. مر بخيبات، هذيك الخيبات خلاته هو يحذر. صارت درك مثلا انت ناس داروا ثورة كانوا كيما كنت نقول لك انا هما يساندوا في المجاهدين ويخبيوا فيهم ويطعموا فيهم ويكسيوا فيهم وكذا وكذا، وكانت الناس هي راك تشوف انت مثلا لاكاس هذيك اللي داروها، الناس كانت تتمد في الشرك نتاعها نتاع الذهب. وراك شفتها مثلا في التسعينات، رانا شفناها انا واحده من الناس كنت شاهد عليها في التسعينات نفس الشيء، كانوا ناس وما جاو باسم الاسلام، وكانت الناس والله العظيم انني حضرت لها تجمع داروه في الملعب في وسط المدينه في البرج جعباسي مدني في التسعين، والله يا ما شاهد شفتها في البرج قسما بالله في المنام ما تشوفهاش، في المنام ما تشوفهاش. تشوف انت هذاك الشعب بالالاف الاف المؤلفه، والناس واحد يجي ليك مواطن هكذا برا في البرج يقول لك باللي انا محتاج خمسه ولا سته، يلا تروح لتاتا ثم تلقى هذا كسكس وهذا عنب وهذا كذا وهذا كذا وهذا دلاع. انت ازر يا والله، قلت لك اشياء ما تخطرش في البال نتاعك. شعب كامل اسمه علاه، لانه كانوا ناس في الوقت هذاك كانوا ناس متدينين، ناس متخلقين، ناس ولات فاميله قبل ما تبدا هذيك العمليه تاع التشويه والعمليه تاع البزنسة والتحطيم والتكسير وكذا. وبالتالي درك الشعب هو مر بخيبات، ومر بصدمات. تصدم في القضيه تاع الثوره هو انه كان يدعم في المجاهدين وكان يدعم فيهم وكذا وكذا وكذا. من بعد النهار اللي جا الاستقلال وجا الضوء، كانوا ناس اللي هما ساهموا في الثوره لقوا رواحهم على الهامش، وناس الانتهازيين منهم اللي صار في البلديه ومنهم اللي صار في البرلمان ومنهم اللي صار في كذا. وهذاك الشعب يقول لك انا تحرقت من وقت الاستعمار وانا وانا وانا، ومن بعد ما كان والو ما صح لي والو من هذه البلاد، وزادوا اولادهم هذو هما تعذبوا وما صحروا وما ضحوا وما استفادوش من هذاك الاستقلال، زادوا جا اولادهم كيف كيف نفس الشيء. جات ثاني ايضا انتصارات واحد اخرى، وانه مثلا الشعب في القضيه نتاع تسين والله واسمو ناس راح ضحات، دخلت للسجون، دخلت للمعتقلات، الناس تعذبت، الناس تهجرت، ناس كذا، وناس جاوا لقاوها عاشوا 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 ارباب، عاشوا ارباب، الناس ضحات وناس دخلت للسجون والتنفات وتعذبت، وكاين ناس اللي ماتوا حتى تحت التعذيب، وناس جاوا لقاوها خابزة، منهم اللي دخل البرلمان ودافعها روتريت هو في العشرينات من العمر، وناس لقاوها خابزة. زجت هذه الفطرة هذه نتاع الحراك هذه نفس الشيء، كانت ناس كانت ضحايا، انا واحد منهم ضحايا لهذا النظام تاع بوتفليقة طيلة الحكم نتاعه وانا برا. ناس تعذبت، ناس سفرات، ناس تهمشت، ناس التقصات، ومن بعد يلا نفس الشيء عاودوا جماعة حكموا البوفوار. وبالتالي ذوك الشعب راه هو شاهد على هذه الأحداث، خلاته هذيك الخيبات وهذيك الصدمات خلاته هو أنه لا يتفاعل، لا سيما هو أنه حتى من الناس اللي كانوا ذوك مثلا هم مؤمنين بقايد صالح وكانوا مؤمنين بهذا التبون، الناس اللي دركم بعد ما مات قايد صالح كاين الناس اللي كفروا بالسياسة، وكاين الناس اللي كفروا بالوسمو. ويا ليت هو قال مثلا راه راح قال مثلا قايد صالح في ظروف عادية، والله في الوقت اللي وين انه الناس كانت تنتظر هو انه تبدا عملية نتاع التغيير اللي كانوا هما يتحدوا عليها، يلا تخطف هو وزادوا تخطفوا معاه ناس ك
كانوا في مسؤوليات مختلفة، من بين هذاك القائد نتاع الناحية الرابعة وهلم جرا، وزيد كانوا ناس اللي هما يعتقدوا من أنه راهو نفس الخط اللي راهو كان ماشي، وراهم فيه مجموعة من الضباط وراه فيه عملية نتاع تطهير وكذا وكذا وكذا. فإذا بها هذا الدستور اللي كاين منهم ناس اللي هما رفضوه لقوا رواحهم باللي مروا الدستور ومروا الانتخابات كما يحبوا، ودرك الان راه الناس ماشيه لاتجاه واحد اخر. درك حنا نحوسوا على جال باش الناس تستفيد من هذه الاخطاء اللي حدثت في وقت الثوره، وحدثت في الاستقلال، وحدثت داخل هذا الحراك. واذا كان الناس تحوس على الخير للبلاد وعلى الخير اللي يعم الجميع، لازم الناس تشوف هذه الاخطاء اللي وقعت، ما لازمش تعاود تكررها. اذا كان خطا انت بومدين، واذا خطا انت مصالي، وخطا انت عبان رمضان، وخطا انت كريم بالقاسم، وخطا انت بوتفليقه، وخطا زروال، وخطا الشاذلي، وخطا علي كافي، وخطا الاخر والاخر والاخر، يا خويا على الاقل انت مش بالضروره اللي انت تمسك الحكم، مش بالضروره اللي انت تجسد انت الاحلام تاع الشهداء اذا كان وفقك ربي وش عليه، ولكن على الاقل انت ارسم معالم صحيحه. صح، دير معالم صحيحه للاجيال اللي راه راح تجي من بعدنا. نعم. وقالوا والله هذ الناس راهم كانوا يخموا فينا، ما كانوش يخموا في ارواحهم، راهم كانوا يخموا فينا، ما كانوش يخموا في المناصب، راهم كانوا يخموا فينا، ما كانوش يخموا في الشهوات نتاعهم وفي كذا. احنا هذا الشيء اللي احنا نحوسوا عليه، ما نحوسوا لا على المنصب في البرلمان، ولا نحوسوا على المنصب في البلديه، ولا منصب في وزارة، نحوسوا على جل باش درك هذا اللي راهم رايحين احنا مستقبلنا راه من ورانا. صح، احنا رانا دخلنا في في في, في وقت تاع شيخ وخاطر، حوسوا على جل باش حنا درك هذا الشباب يجي شيئا فشيئا يتكون من خلال هذه التراكمات المعرفية الحقيقية، مش نتاع بالعيط ونتاع بالبيل ونتاع ما. صح، وتروح الناس تمشي وحده وحده، لانه درك إذا كان أنت في وقت من الأوقات في هذا الحراك، هو أنه قال مثلا في البداية، طب ما راكش في البداية، تراك بعد عامين سي محمد. نعم. الطاقة ماهيش نفسها. واوي. ماهيش نفس الطاقة. تراها الناس خرجت. قال مثلا في البدايات الأولى قال نفس الأهازيج، فهمت؟ أهازيج والناس تعيط وبوفوار أساسان وما على باليش أنا كذا. قال في البداية بصح دوك لازمك دير أنت عملية تاع جرد. لازم تدير انت عملية تاع التقييم. قال السي محمد دوك هذا الحراك بعد عامين وين رانا رايحين؟ هذيك هي وين رانا رايحين. نعم، حنا دوك نحوسوا على جال باش ما تجيش تعاود تتكرر نفس الاخطاء. الناس اللي دوك انت عندك عامين وانت هز الميكرو وراك رايح السي محمد، احشم شوية. صح، خطب ما تدير والو، احشم شوية. اذا كان تحوسوا دوك انتم على التغيير، لابد هو أنه تخلي كفاءات جديدة تظهر، تخلي أنت طاقات جديدة تظهر، لأنك لما أنت تجي الناس تجي تشوف، تروح أنت للتجمع تلقى نفس الشخص هز الميكروفون كل يوم يخطب عليك، فهمت؟ هز لك الميكرو ويعود لك في نفس الكلام الهضرة يعود لك فيها، أنت راك راح تمشي معه، ما تمشيش معه. سيدة وبين دوك تشوفهم، شوفهم دوك راهم كاينين بعض من الناس اللي حتى كاين منهم والله العظيم من ذاك النهار نسمع في واحد دونه، وان الواحد يسميه يعاود في نفس الكلام اللي كنا نقولوه فيه من قبل. والنهار الاول، النهار الاول واش عماك نهار الاول احنا نقولوا مودي لعنو بليز، راه الاهازيج راه ما ديرش التغيير، راه الشعارات ما ديرش التغيير. لابد هو ان الانسان يستخدم خطاب عقلاني، خطاب موضوعي، ويطلب المستطاع، ويعمل بنفس طويل، ويكون عنده نظرة ثاقبة للمستقبل، وترسم انت معالم انت تخدم لها اذا كان وفقك ربي، على جال باش انت تحقق بعض الاشياء اللي انت راك تطمح لها. اللهم بارك. اذا كان انت وفقك ربي، لربما يجيو ناس من وراك يكملوهم المسيرة هذه. ها عندك مثلا انت يا ناس داروا ثورة، حضر الأمير عبد القادر للاستقلال، حضر العربي بن مهيدي للاستقلال، حضر مصطفى بن بولعيد للاستقلال، تا هي نفس الشيء. إذا كنت راك تحوس على المصلحة نتاع البلاد،
خمم في الاجيال اللي راها جايه، هما ناس ضحاو ضحي انت، والبناء راه يجي عن طريق التراكمات، ناس راهم راحوا مساكن استشهدوا وكذا، والان راهو عندنا برلمان وراهو عندنا رئاسه وراهو عندنا مؤسسات بلديات وراهم عندنا كذا. صحيح كاين نقائص، صحيح كاين فساد، صحيح هو انه كاين تسيب، صحيح هو انه كاين الكثير من الجرائم اللي راها موجوده في المجتمع، لكن لازمك انت لما تجي تقيم، لما تجي تشخص، لازمك تعرف انت باللي راهو احتلال دام قرن 32 سنه، ضرب المجتمع في الصميم، ضرب الاسره في الصميم، ضرب الدعوه في الصميم، ضرب المدرسه في الصميم. راهم جاوا ناس داروا محاولات، هذيك المحاولات فيها اشياء اللي هي ايجابيه، فيها اشياء اللي هي سلبيه. انت درك كي تجي انت تقيم السلبيات والايجابيات، السلبيات ارميها لسله المهملات، والايجابيات انت اخدم بها، اخدم على التراكم نتاع الايجابيات ومشي للامام. لحقت اللهم بارك، ما لحقتش راهم يجيو اجيال من بعدك يزيدوا يكملوا من اجل باش انت تحدث نهضه في الجزائر. اما هو انك انت تجي ناس لا عنده ثقافه ولا عنده معرفه ولا عنده فهم للمعضله الجزائريه ولا فهم النظام ولا يعرف، وقاعدين حاكمين الميكروفات بوفوار اساسا تي 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 تي، وقاعد تتبلبل يا اخ نور الدين، تبلبل على راحتك الاخ نور الدين. انا حبيت نعطيك واحد النقطه لازم تفهمها، لان ربما انت راك عشت في فرنسا، خرجت من البلاد في 99، على بالي باللي عندك معلومات بصح، وربما انت تظن باللي الجزائري راهو يفكر كيما كان يفكر في التسعينات، ماهوش يفكر كيما. شوف الجزائري، شوف اسمع لي مليح الاخ نور الدين، الجزائري لما واحد يتكلم ويسمع له يعرف هذاك الانسان المستوى تاعو وماذا يريد، خاصة الآن لرانا نشوفه مع اليوتيوب. شوف في التسعينيات لما كانت الناس تدير واش تدير، ما كانش الناس تعرف، بصح دركا أي واحد يتكلم الناس راهي تعرفوا واش يكون، راهي تدير عليه بحث، راهي تحاول تفهم أو تفهمه وين رايح أو تفهمه. أنت كي تسمع واحد يهضر ماهوش في المستوى، غير ما تقلقش، لأن الجزائري ما اصبحش يتبع هذوك الناس، يسمع ربما عنده ناس يتبعوه يسمعوا له، بصح يسمعوا برك يتبعوا برك، بصح باش يقول لي يتبعوه ما يتبعوهش، لان الجزائري اصبح عنده كيش نقولوا لو فيتر، الفلتر، شفت انت الماء هذاك يكون مسخت فلتريه باش تشربوا، ولا لاتاي دير له في الصفايه باش تصفيه، ولا شعب جزائري يعرف يصفي، ما تخافش كاع، حتى هو اللي يغلط يعاود يفطن بالخف. والدليل على ذلك نقول لك علاش، لما بدا الحراك في الاول في الشهور الاولى، حاولوا كثير من الناس يغيروا المسار تاع الحراك لامور اخرى. الشعب الجزائري ما قبلش، بقى في الحراك تاعو، حب التغيير الجذري. الشعب الجزائري كان يخرج بكثره، ما كانش يتفاهم مع، تسمعهم في الطريق، انا رحت انا الجزائر ومشيت، تسمعهم في الطريق باللي الناس واعيين، حابين ان شونجمون. واش هو الشونجمون؟ كما كانوا بزاف ناس يقولوا الجزائر الجديده. واش معناتها الجزائر الجديده؟ ماشي بوجوه جدد، ماشي تجيب لي واحد بوجه جديد، بعد وزير راح جيب لي وزير، نو. هما يقصدوا بالجزائر الجديده الطبائع الغير الجميله والغير اللي ماشي مليحه، الطبايع اللي كانت من 62 حتى الان لازمها طبايع كاع تروح، تجي طبايع الجميله. معناتها الشعب الجزائري يبحث على مسؤول اللي كي يحكم المسؤوليه يخدم الشعب الجزائري، ما يخدمش نفسه ولاده ويخدم جارته وفاميلته. الشعب الجزائري واعي. المشكل وين راه المشكل الان؟ المشكل هو ما كانش هناك القيادة اللي تقود هذا الشعب الجزائري كما قادته في 54. أنا اعتقادي إذا جاز حب تدير تغيير، تاخذ النموذج للتغيير،
هو نموذج 54. القرارات يتخذوا جماعيا. ما تقدرش الاخ شريف. اسمح لي اسمح لي. انا نتكلم مانيش ما نتكلمش على ماشي على العنف، على السلميه نتكلموا احنا بسلمية طريقه سلميه. لا لا لا, لا, لا ما فهمتنيش. نعم. ما فهمتنيش. شوف نقول لك. ما تقدرش انت في كل المجالات، في كل المجالات ماشي غير في الثوره، في كل المجالات. ما تقدرش انت يا تحس التجربة نتاع مرحلة وتطبقها في مرحلة واحدة أخرى. نعطيك كمثال، ما تقدرش أنت تروح تجيب لي دركا مثلا، إحنا رانا في 2021، تروح تجيب لي أنت يا مخلوفي اللي لعب في قبل الاستقلال، تجيبه أنت تلعبه في ليكيب ناسيونال دركا، ما تقدرش. ولا تروح تجيب لي دركا أنت يا مصالي الحاج، تجيب انت درك يتكلم لك درك هو في عهد نتاع البلاي ستيشن ومش عارف. درك هما هذوك كانوا في مرحله درك هذيك كانوا هما تحت السيطره نتاع الاحتلال. المرحله تقتضي هو ان ناس يخرجوا بمبادره اللي هي تكون فيها مفاجآت، واستطاعوا هما رغم المستوى الفكري ولا المستوى الثقافي ولا المستوى السياسي هكذاك، ولكن مع ذلك احدثوا المفاجأة. شوف بدليل بوضياف واحد من المفجرين تاع الثورة، لكن لما جاء في مرحلة واحدة اخرى فشل في المسعى نتاعو وقتلوه. اي تحمد واحد من الناس من الرعيل الاول اللي هو الاخ نور الدين، ما نقدروش نقولوا فشل، لماذا ما عطاولوش الفرصه باش يكمل؟ خلي قولك قول كيما حبيت تقولها. المهم ما حققش الاخر تاعو. اصبرني نكمل لك غير هذه برك ونرجع لك الكلام. شوف احنا دوك رانا في عصر واحد اخر. نعم. عصر تاع الانترنت، عصر تطبيقات لي زابليكاسيون، عصر هو انه الناس راح تستخدم في المنطق، تستخدم في العقل، والعصر وين ان الناس راه تستعمل في الاستشراف. وبالتالي درك احنا معاك هو انه تكون قياده، هو انها توجه هذا الشباب، توجه هذه الطاقات، ولكن صعب هو انك انت هو انه تخرج مجموعه والناس تلتف حولها. صعب. درك كاينه اساليب واحده اخرى. مثل ما كنت تكلمت انا في وقت سابق في القضيه تاع الانتخابات، القضيه تاع الانتخابات هو انه يخرجوا ناس بحيث هو انه يشكلوا مجموعات، هذيك المجموعات يبتعدوا الناس على المنطقه نتاع العروشيه، يحاربوهم ديجا هذا الفكر، فكر المتحجر، ويقدموا المصلحه نتاع البلاد، ويكونوا ناس من هذه الكفاءات، من هذا الشباب اللي عندهم هما هذه الروح على جل باش هما يطوروا البلاد وينهضوا بها. فيما بعد هذا الناس هما في المستقبل القريب يصيروا هما منسقين، ويصيروا هما ناطقين باسم هذا الحراك الشعبي، لأنه هذا الحراك الشعبي سيبقى مستمر جيلا بعد جيل، حتى إن شاء الله تبنى الدولة الجزائرية اللي يحلم بها الجميع. أما باش انت تدير جماعة هكذا من فوق وتحطها وقال الناس تتبعها، ما كانش. لازم الناس تخرج من القاعدة، تخرج من الشعب. دوك قال مثلا فرصة نتاع الانتخابات، يخرجوا ناس يمثلوا الشعب الجزائري أحسن تمثيل، وفيما بعد لما الشعب هو ينتخب لهم يصيروا هما ممثلين باسم الشعب. قال مجموعة في سطيف، مجموعة في عنابة، مجموعة في بجاية، في تيزي وزو، من بعد يلتقوا لأنه راهم رايحين يخرجوا نفس التشكيلات، يخرجوا الممثلين نتاع شعب. خاطر هذا الإنسان انت ما تقدرش انت تجيب لي درك واحد هو يخمم في بلاصة واحد اخر. أهل المنطقة هم أدرى بالناس نتاعهم. قال مثلا في باتنا أهل باتنا هم اللي مثلوا أهل باتنا، أهل عنابة هما اللي مثلها. باش يجيو انت جماعة يحتكروك الميكروفون لأنه راه فيها جهات أمنية هي تدفع فيهم، أو هي اللي راه عطيت لهم الرخصة أو كذا،
ويسيروا هما انه يحددوا للشعب واش هو الشعار اللي ردوا، ويبداو هما يتفكروا على الشعب. يقول لك الشعب نو حبس، ما تمثلني ولا تتكلم انت باسمي. الشعب هو انه يختار ولاده. غدوه قال مثلا في البرج تخرج نخب من البرج من الاطارات الشباب، الناس اللي هما يحوسوا على الخدمه نتاع البلاد، وشعب يلتف حولهم ويسيروا هما من خلال البرامج ومن خلال المشاريع. هو انه فعلا راهم رايحين يعطيوا نفس لهذا الشعب، وراهم رايحين هما يعطيوا امل لهذا الشعب. ومن بعد قال غدوه مثلا في سطيف، في باتنا، في كذا، في سكي كذا، في وهران، في كذا، تلتقي هذيك الكفاءات وهذيك الاطارات، قادرين غدوه هما يشكلوا البرلمان، وقادرين يشكلوا الحكومه، وقادرين هما فيما بعد يتحدثوا باسم الشعب. اما هو انه يخرجوا في جماعه، دوك انا قال لك واحد يدير لك فيديو، ولا واحد يدير لك مسيره، ولا واحد سيلفي، ولا واحد، ما كاينينش معاهم، راهم يصنعوا فيهم. شوف يصنعوا فيهم، واحد يدير تسجيل يخرجوه لك في قنوات فضائيه، وواحد ما كانش خلاص يخلقوا له قضيه ممكن بالكذب وبالتلفيق وبكذا وبالتبلعيط، ويقلبوه سجل مسجل نتاع الراي، ويقلبوه كذا ويقلبوه كذا. نو، خلي الشعب، خلي الشعب هو اللي يخرجه، هو اللي يفرز اولاده. الشعب راه يعرف اولاده. فهمت؟ احكي لي دوك انا واش حبيت، اهل منطقتي واهل القريه نتاعي يعرفوني. غدوه كي دوك مثلا اهل منطقتي واهل القريه نتاعي واهل بلديتي واهل ولايتي قال مثلا هما غدوه يختاروني على جال باش نكون انا ناطق رسمي باسمهم، ارواح حركهم. فهمتني؟ هذه هي هكذا نشوف فيها، الله اعلم. انا دوك على كل حال، شوف اسمح لي، احنا انا واش قلت لك، واش راني نقول لك؟ راني نقول لك باللي يتاخذوا النظام الجماعي هذا، وحبيت نقصد لك. ايه معاك. هذا واش نقصد لك؟ ماشي نقصد لك كل حاجه داروها في 54 نوفمبر يديروها هما، نو. 54 ما هو الشيء اللي خلى الناس اللي فجرت الثوره نجحت. هو كيش نقولوا احنا، القرار الجماعي. لما الجماعه تلاقاو وتفاهموا قلعوا. المشكل وين راه درك الان؟ كل واحد يغرد كيما نقولوا كيما يحب هو. الان ما لازمش الانسان يقعد يغرد كيما يحب هو. قال انا يا لازم نديروا كذا كذا وكذا، وانت يا تقول كذا وكذا، والاخر يقول نو. جميع واحد اللي هو حب النظام يتغير، يكون هناك اتصال بين هاد الناس، ويديروا لقاء بيناتهم عن طريق سكاي واسمو التواصل الاجتماعي، ويديروا ويخدموا وينظموا الامور، بعدين يعلنوها للناس. الناس شوف، نقول لك الاخ شريف في هذا النقطه برك، راك اثرت انت واحد النقطه. شوف، نعم، لو كان دوك مثلا هاد الناس اللي راهم درك مثلا عندهم سنوات مثلا، وهما مثلا متصدرين وسائل الاعلام، او هما يتحدثوا في الشان الجزائري معك، لو كان مثلا يخرجوا ناس هكذا مبادره، يعني يخرجوا ناس هكذا قال مثلا من اجل توحيد الخطاب معك، قال مثلا يكون فيه توحيد نتاع الخطاب، او مثلا توحيد نتاع الشعارات، نعم، او قال مثلا تلتقي الناس ولو على اشياء هكذا يسطرها مع بعضهم. قال مثلا يديروا ارضيه يتفقوا لها ارضيه، ولا قال مثلا ميثاق، نعم، والله مثلا حاجه هكذا اللي هما يتفقوا فيها. قال مثلا، نعم، من بين الاشياء اللي كنا نتحدث عليها منذ قليل قضيه تاع الرايه الوطنيه، قال مثلا لابد وان تكون رايه وطنيه، لابد وانه تكون تكون شعارات وطنيه، ابتعاد عن القضيه هذيك تاع الشعارات الجهويه والشعارات هذيك اللي تثير ردود افعال سلبيه، وتزيد هي من حجم تاع الانقسام. معك انا شخصيا نبارك هذا العمل. لو كان مثلا يخرجوا ناس هكذا يديروا اتصالات بناس ناشطين هكذا من قبل، اللي يعني عندهم مساهمات مثلا من اجل باش يكون هناك تغيير حقيقي في البلاد، والله ولو هكذا كما قلت لك انا في هذا الاطار،
تلتقي الناس ولو على سكايب ولو على الفايبر ولو على الواتساب ولو على زوم ولا برامج واحدة أخرى، تلتقي الناس وقالوا ودي هاي هاي اقتراحات هاي كذا، وفيما بعد تتخليها للشعب، شعب هو، لأنك الشعب أنت هذا لازمك تشاركه. مستحيل هو أنك معلوم. أنت تهمل الشعب فيما بعد أنت تجد قد عليه، مستحيل. لا. تضر قال مثلا، مثال نعطيك أسماء، قال مثلا هذو مجموعة أنت ضباط الأحرار ولو في ربعة من الناس، مثال مجموعة هذو أنتو عرشات راه عندهم مساهمات، كار الانسان اللي يحب ينكرها، نتفقوا ولا نختلفوا ما كاينش مشكله، ولكن عندهم مساهمات. قال مثلا يجيو ناس محايدين ما عندهمش، قال مثلا يعني لا نقا ولا جمل في الموضوع، الناس محايدين قالوا ودي احنا روك مثلا هاد الصراعات اللي راها موجوده راها زدت هي ساهمت مثلا في هذا الانقسام اللي راه موجود، هو بالاصل موجود داخل المجتمع. واش رايكم؟ يعني قال مثلا يا سيدي، قال مثلا شخص مثلا في حركه رشاد ولا زوج ولا، قال مثلا صعيب هو انك انت تقنعهم او هو انك انت توسيهم، تحايدهم هم تحايدهم، او قال على الاقل تجمد الوسم نتاعهم النشاط نتاعهم بالاتفاق مع ناس اللي هما في هذا الاطار نتاع الصالح العام وفي هذا الاطار نتاع العمل الجماعي. قالوا ودي احنا من في اطار المصلحه الوطنيه، قالوا ودي احنا نطلبوا منك على جال باش تبعد تبعد ولو لفتره او بدل من الخطاب نتاعك. قال ارواح نلتقيو على مائده نتاع حوار، واذا ما قدرش تتفق معاه تشوف الناس اللي راهم دركم قابلين للحوار. وقال شوف نفس الشيء مع هاد الجماعه نتاع ضباط الاحرار، قال مثلا الناس اللي تقدر انت تحاور معاهم وتقدر انت توسي معاهم، وناس اخرين، ناس اخرين من الناس، قال مثلا هذو اللي راهم دوك ظهروا في الحراك عندهم مثلا مشروع ولا عندهم افكار ولا كذا، وقال ها هي خطوط عارضه اللي نتفقوا عليها، ها هو ميثاق اللي نتفقوا عليه، وهذا الميثاق راهو مفتوح، مفتوح للإثراء، مفتوح للنقاش باش تزيد انت تشرك شرائح أخرى اللي هي قال تزكي هذا الخيار أو تثريه، وفيما بعد تخليها مش للشعب على جال باش هو يأخذ هذا الفكرة. أما هو أنه تبقى في هذا الإطار نتاع إيه أنا نهز الراية ودز معهم، أو أنا نردد الشعار هذاك ودز معهم، وتبقى يا اما انك راك رايح تقضي على ما تبقى من الحراك، او هو انك راك تدفع للمواجهه وفيما بعد راك رايح تقضي للحراك، وربما تزيد تقضي على حلم لاجل غير مسمى. رانا نشوفوا دوك حنا هذه اللامبالاه هذه اللي راها موجوده ما جاتش غير هكذاك برك، هذه راها جات كيما كنت نقول لك قبيل انا النتيجه نتاع صدمات. نعم، هذا الانسان اللي راه درك هو كان هو عاقد الامل على شخصيه من الشخصيات، ومن بعد يخيب الظن نتاعو فيه، او ربما هذاك الشخصيه يموت، او كان عاقد الامل على حزب او على حركه او على كذا، من بعد صعب صعب على جال باش انت تقنعو انت على جال باش هو يعاود ينشطو، خاطر كاينه ناس راه خسرت اموال، كاينه ناس راه خسرت المناصب نتاعها، كاين الناس راه خسرت التجاره تاعها، كاين الناس راه خسرت صفقات وراحت لها مشاريع، كاين الناس اللي راهم دوكم ما دخلوا في الحراك هذا مثل ما دخلوا في وقت نتاع الجبهه الاسلاميه، ناس انفستات مانيش عارف انا كيفاش استثمرت اموال وكذا لانها امنت بفكره، ولكن فيما بعد خاب الظن تاعها. دركا اذا كان حنا نحوسوا على جال باش حنا نعطيو نفس جديد للحراك، ما لازمش انت تساهم في نفس الاخطاء اللي ادت لهذه النتائج، خاطر اذا راك راح تعاودها راك انسان غبي اقل ما يقال. صح، هذه هي. صح كلام الاخ نور الدين، الكلام تاعك هذاك هو واش حبيت نقول. انا دوك الناس اللي حابين يديروا
اللي حابين يخدموا البلاد ويديروا تغيير ويكون هذا التغيير ما فيهش فوضى وما فيهش العنف، لازم هم يبينوا انفسهم للشعب الجزائري انهم في المستوى، لازم يبينوا روحهم انهم في المستوى، لان لكن هما ماشي في المستوى وما يعرفوش وسائل التغيير كيفاش تتم، من المفروض انهم ما يدخلوش. فهمتني؟ اسمع، واش يجيك انت من انسان اللي هو يهضر لك على التغيير، انت تهضر له على الانتخابات ويضحك عليك، واش يجيك من هذا الانسان؟ هذا ما هوش فاهم اصلا واش هو التغيير. اي صح. دوك واش يجيك من هذا الانسان؟ هذا هو دوك الانسان لما يشوف روحه باللي يا اخي شوف، انا نقولك حاجه، انا ماذا بيا يكون هناك تغيير يقوموا به ناس عندهم خبره، ناس دكاتره، ناس عندهم في السياسه يفهموا في الامور. ما يجينيش انا واحد ما عندوش مستوى جامعي على الاقل ويجي يحب يدير التغيير. هكا درنا نفس المشكل اللي درناه في 62، حكمونا ناس ما عندهمش مستوى. هلكوا البلاد، خلي امور تمشي في الطريق الصحيح، وكذلك اعطي الفرصه للناس، ما تجهلش الاخر. واحد يحب يعطي رايه في مساله خليه يتكلم، واحد اعطى اقتراح ربما في بعض الاحيان كما يقولوا المثل يقول لك تجد في النهر ما لا تجد في البحر. بعض الحين يكون واحد ما دخلش الجامعه لكن عنده مستوى، ذا هو. وكفانا صراع من اجل شيء، من اجل شيء اللي ما ينفعش البلد. يا اخي لما الصراع هذا تاع الكلام ماشي مليح، وهذا يصب هذا وهذا يتكلم في هذا وهذا، خلينا منه. الانسان يروح يشوف المستقبل الجزائر. احنا رانا رايحين للقبر، ما بقناش، احنا ما نحتاجوش. احنا تجهيزات الجزائر ما نحتاجهاش. انا الجزائر راني عايش هنا في ليترونجي، ما نحتاج منها والو. راني عايش خدام لاباس بيا، ساكن لاباس بيا، ما خصني والو. نحبط نزور الاهل تاعي ونولي، ما عنديش مشكل. احنا رانا نتكلموا على الاخوه الجزائريين اللي راهم في الجزائر ولا خارج الجزائر، يخدموا في صالح الجزائر، ما يخدموش في صالح حاجه اخرى. هذا هو. وكذلك خلي الافكار، عباك الافكار لما تجيك واحد فكره الاخر تجيك فكره الاخر فكره، مش ما انت الفكره تاعك راهي ضد الفكر الاخر، الفكره تاعك مكمله. علاش احنا دائما كي واحد كيعطي فكره يعتبرها ما يقبلهاش الاخر، يعتبرها كانها الفكره تاعو ماشي مليحه. لا، الفكره تاعك وتاعو وتاع الاخر وتاع الاخر وتاع الاخر تبني بها، والتعاون كما يقولوا زمان المعاونه تغلب السبع. تعاون وكل واحد يكون عنده مثلا كل واحد فاش مؤهل فيه، مؤهل اللي مؤهل في شيء يخدمه، الله يسهل ونتعاونوا الناس تعاون واحد. انت دوك مثلا، انت لو كان مثلا ناخذ الثوره كمثال، نعم. شوف انت اذا كان فيه مثلا مجموعه من الناس هما خذوا المبادره، لكن هذيك الروح نتاع العمل الجماعي والروح نتاع التضحيه خلات هو انه شرائح من المجتمع تلتف حولهم. نعم. والتفت وأحدث المفاجأة، نعم، بحيث هو أنه أرغموا أكبر يعني الدولة في تلك الفترة، أرغموها على التفاوض وأرغموها على التنازل بعد ما كانت تعتبر الجزائر قطعة أبدية. يعطيك الصحة. درك إحنا أبناء وطن واحد، أبناء ملة واحدة، بل حتى كاين الناس اللي راه كاين قواسم مشتركة من المعاناة، من المأساة، من التهميش، من الإقصاء، ومع ذلك كاين الناس لا عندهم أفكار ولا عندهم معرفة بالنظام ولا عندهم تشخيص للأزمة، تشخيص يعني كما نقولوا صحيح. ونفس الأخطاء اللي وقعوا فيها مازال عاودين يجتروا فيها. لست أدري أنا وين راهم رايحين ذاهبين. المفترض هو أنه الإنسان أخويا غلط، علاش هذا العناد هذا؟ غلط
وقال مثلا انت كون عندك تصور، التصور هذاك ظهر باللي خطأ، علاش العناد هذا؟ لماذا؟ في صالح من هذا العناد؟ ربما راه الفكره نتاعك صحيحه، ولكن الاسلوب نتاعك راه ادى لهذه النتيجه. بدل الاسلوب تاعك، بدل الاسلوب تاعك، مش معناه انه كنت راك رايح انت تتنازل على الفكره نتاعك. يا خويا ابقى انت محافظ على الفكره نتاعك، لكن بدل الاسلوب تاعك. قال سيدي الاسلوب تاعك راهو صحيح، بدل، بدل ما على باليش انا الديكور تاعك، بدل، مانيش عارف انا، بالك بدل، بدل اساليب واحده اخرى. لا لا، ربما راها كاينه، كاينه اشياء اللي هي ربما راح تساهم في الاسلوب. اما هو ان الانسان يبقى يشطر في الاخطاء نتاعو ويبقى هو يعاند حتى بعد ما تبين له الحق، ما اعتقد هو انه هذا الاسلوب هذا راهو يخدم القضيه الجزائريه، ولا راه يقدم البلاد في شيء. راهو رايح يزيد يفوت فرصه من فرص التغيير، وهذه هي فاتت فرص كثيره لو كان هذا الناس عرفوا كيفاش يستغلوا هذه الفرص اللي مرت بها الجزائر. لو كان راهم يا سيدي على الاقل حقوا اشياء. راهم والديك ناس مازال لي دوكا في 2021 انت تقول له الحراك انقسام، هو يجي يقول لك كيفاش انت تقول الكلام يا دلال بليز، كونك موضوعي، كونك عقلاني، خاف ربي. انا هو شوف الاخ نور الدين، انت التغيير مو سهل، انت لابد الانسان ما ينساش، لانه النظام متعود انه يكسر اي مبادرات اللي تكون فيها منفعه للجزائر. النظام هذا هو خدمته، وكاين بعض الناس، حتى بعض الناس في بعض الاحيان بدون ما يشعر يدير حوايج، هو يحب يدير التغيير، لكن الكلام تاعو يوحي ما يوصلش النتيجه تتغير، يدير او يدير في البلبله في بعض الاحيان. هي من المفروض، علاش قلت لك العمل الجماعي هو المليح؟ لان العمل الجماعي يستطيع الانسان بالعمل الجماعي يتفادى الاخطاء الكثيره. بيان سور، كي تكون انت تخدم مع ناس، قبل ما تدير انت مثلا، قبل ما تدير اي تدخل عن طريق اليوتيوب ولا عن طريق الفيسبوك، تكون ديجا تحاورت مع الجماعه تاعك واش من النقاط اللي تحب تتكلم فيها، وتركز على النقاط اللي فيها الفائده وتجمع الناس. في بعض الاحيان الانسان يدير تدخل في اليوتيوب ولا في الفيسبوك، ومن بعد يدخل في نقاش، ومن بعد ينسى روحه، يدخل في نقاشات في امور ما عندها حتى معنى. فهمتني؟ ما عندهاش قيمه، او يهضر ما عاد يجبد لك هضره، ومن بعد في بعض الاحيان يعاود يتكلمك كلام قالوا عنده سمانه ولا شهرين ويرجع في هذاك. هي بالحقيقه، لا الحقيقه انه علاش؟ لان راهو يشتغل وحده. لما تشتغل مع الناس ويعطوك الافكار وانت عندك الافكار، تنجم تبني دير مثلا، دير مدخله تاع 15 20 دقيقه تكفي، توجه، تعطي انسان توجه الناس نصف ساعه ماكسيموم، تكون توجه الناس بعض النقاط، واحده نقطه زوج ثلاثه اربعه، السلام عليكم. قال لك من كثر لغطوه كثر خطاه. انسان يحاول ما يكثرش الهضره بزاف ويسمع كثير. انا في رايي لو كان الناس هذوما كلهم يجتمعون في لقاء واحد، وكل واحد يطرح الافكار تاعو ويسجلوا هذه الافكار ويتناقشوها، بعد ما يتناقشوها ويمحصوها وكل شيء، بعد باش يطلقوها للشعب الجزائري باش يشوفها، ويكون هناك مجموعه تكون صحيحه، ما دخلش فيها اللي مشكوك في امره. لازم الناس تكون كاع، الناس خاصه يدخلوا باش يدير تغيير، لازم يكون هو نظيف، نظيف نظيف نظيف، ما يكونش عنده كش شبهه، باش يقدر الشعب الجزائري يثق فيه. هذا ما كان. والنظام الجزائري ما يقدرش يحبس 20 مليون نسمه ولا 30 مليون نسمه، ما ينجمش. لو كانوا يتفاهموا النظام لازم له يغير، يا يغير الامور يا يتغير.
مهم اذا فيه واحد يحب يدخل يدير مداخله نكتفيو بهذا القدر هذا. اياه يعني اذا كان اخوه بالك لاعب درهم لا الجماعه نتاع عيسى جماعه كندا والامريكان وفنزويلا وهذوك هذوك الجماعه اللي راهم في راه عندهم النهار هذوك على بالي بهم راهم مازالوا سهرانين. ولا جماعتنا نتاع الجزائر بالك راهم ديجا ناضوا بالك راه كاين منهم اللي راهو ناض راه رقدوا وناض. احنا سهرانين يا اخو نور الدين فهمت. مازال عندك الباتريه؟ راني مبروشي الباتري انايا. صبرني ما نجيب الباتري وراح روح نعاود نولي روح ريح شويه عاود ولي نطفيه ونعود نرجعوه. ايه من بعد اي اوكي من بعد ان شاء الله. ايه صح أي لا يا اخو اللي ها ايه روح قول حبيت روح تطفيه وارجع. لا ها نجيب الوسمو برك الكابل برك روح نجيب الكابل برك روح جيب الكابل روح لعل يكون معنا شي واحد نخلو له يهضر. هيا اوكي من بعد ان شاء الله. هيا روح انا هنا صح نطف نكوبي ولا كيما تحب انت. اوكي دوك نظرك نجي كيما تحب دير واش تحب انت. جيب الكابل برك اللي ديرها هي أنا بروشينا المهم معذرة الإخوة. هاي هو الأخ شريف رنا والصيف قرب قال رنا يعني الإخوة اللي راكم تتابعوك ما راكم فاهمين الموضوع هذا ولا الاخوه اللي حبي يدخل نخلو له البلاصه الاخ نور الدين. المهم اذا كان كش ما كاين اخوه هكذا راكم تبعوا فينا كش ما كاين واحد من الاخوه اللي يحب يدير مداخله يتفضل. من خلال الشيخ هذا من خلال الشيء اللي كنا نتكلموا فيه راه عندنا دوك تقريبا ساعتين حنا نتحدثوا لا ربما كش ما يفيدنا هكذا بمداخله
أو بتعليق أو باقتراح أو بتوجيه صحيح، ونفيد بعضنا البعض إن شاء الله من خلال هذا المداخلة. المهم إخوة، إذا كان أخ عيسى، ألو أخويا أنا معك. عيسى، عيسى كملت والله؟ فهمت. لا عيسى لكن كملت والله، عاود تقول لي، عاود اكتب لي ميساج. ما كلمة ألو ما فهمتش، مانيش عارف راح لك الخط ولا. المهم إذا كان في إخوة من الناس اللي راكم تتبعوا فينا في الصفحة نتاعي، لأنه خارج الإخوة اللي راكم خارج الصفحة نتاعي ما تقدروش مع الأسف تديروا مداخلة، هذا خاص فقط الناس اللي هما كاتبين بالأسماء نتاعهم الحقيقية، حتى باش يعرف الواحد الإنسان مع من راه يتحدث. هذوك جماعة تاع اللي بسودو والله هذوك ما هذه عيسى كان والو. كش مرة ما يطلعوك تعليقات دا انا مانيش نشوف انا. عيسى يقول الو. ماني شفت عيسى هذاك. كان والو في الارام. راني نشوف فيهم كاين من الصفحة نتاعي كاين بالك واحد 20 واحد والله اللي راهم موجودين في الصفحة. الصفحة نتاعي خارج اللي خارجين هذوك ما نهضرش عليهم. اللي راهم داخل الصفحة نتاعي الخاصة راهم موجودين في 20 واحد. المهم إذا كان في إخوة كذا يحبوا يدخلوا يديروا ولا يحب يدير مداخلة ماذا بينا نسمعوا الرأي. أخ عماد إذا كان تحب تدير مداخلة والله قولنا برك. تفضل. عيسى قال لك راهو في الطريق. هو بشوية برك. شوية برك عيسى. أو خدام وقيلة. ثلج. ويكون بالك مروح. يكون كمل بالك الخدمة نتاعو وهو مروح. بالك راهو رايح للدار. إذا كان الأخ عيسى والله الإخوة. الأخ عماد اللي قبل كلمتني على القضية نتاع الانتخابات، الأخ عماد أنا راني كنت ديجا تكلمت على الموضوع هذا في تسجيل سابق. قلت باللي لابد هو أنه الناس ما تخليش الفراغ. لانك لما انت تخلي الفراغ من بعد انت ما تحكيش انت باللي قالهم داروا لك وهم دير ليسونس اخويا على روحك والحق للدار بعقلك وسيس روحك في ليزيسكالي انت تزلق ثاني وتزيد دير لنا كارثه. سيس روحك بشويه وادخل ودير فيها قهوه حليب ومن بعد ادي الواجبات نتاعك ومرحبا بك اخويا عيسى. قلت لك الاخ عماد راني تكلمت انا في القضيه هذه نتاع الانتخابات وقلت باللي لازم الناس ما لازمش تخلي الفراغ، لازم الناس تهيئ روحها من اجل خوض الغمار مش نتاع الانتخابات الشرعيه، الشرعيه والرئاسيه والبلديه والولائيه. وقلت انا باللي الانسان لازم هو تكون هذه فرصة من أجل تأطير الحراك تمثيل الشعب أحسن تمثيل، ولازم الناس تراهن على خيارات واحدة أخرى، خيارات واحدة أخرى لردع هذه العصابة اللي هي راها تتحكم في الشعب الجزائري. يعني أنت مش معناتها باللي أنت راك راح تدخل الانتخابات وتدخل لها نعسان، تدخل من خلال بديل، طرح بديل، تدخل من خلال الاتيان بكفاءات وبإطارات، تدخل من أجل توقيف هذا التزوير من خلال التعبئة، من خلال التجنيد، من خلال التحسيس، من خلال التوعية. شي غير تدخلها برك هكذاك وتروح انت تدير قائمة وتروح تدخل هكذاك راك راح تلعب في اللعب تاعهم. انت لازمك تدخل لأنه كاينين الناس اللي راهم درك هما في المؤسسة تاع الجيش أو في المؤسسات الأمنية المختلفة، لما هما غدوة يلقاو ناس في المستوى فيما بعد انت تعطي لهم الفرصة غدوة هما يتحركوا في الوقت المناسب. اما هو انك انت تبقى مطبق كرهيك وتخرج في هكذا في مهرجانات على جال باش تعيط وانتو فري في فالجيري ومن بعد تروح تجي في داركم، او تروح انت تنتخب تحط الورقة نتاعك في الصندوق
وتروح تجي في داركم وتقعد، انت راك تخدم في هذه العصابه. هذه هي، لابد من الدخول في الانتخابات، الناس تقدم اهل الكفاءه، فهمت، اهل النزاهه، اهل الاخلاق، وغدوه تعم على المستوى الوطني. راك رايح انت تدير نخبه، حتى اذا كان انت مثلا ما لازمش انت تسمع واش راهم يحكيو الناس، خلي يقولوا واش حبوا. على الاقل انت درك مثلا غدوه يا سيدي، اذا ما ديتش الاغلبيه، اذا كانت وحده الناس تدي الاغلبيه، تديها، كي تدي الاغلبيه راك راح تشكل الحكومه. وحتى اذا كان درك مثلا هاد الناس هما ما اقتنعوش بالفكره نتاعك دركا، على الاقل تشكل كتله داخل البرلمان، ولو عندك كتله داخل البرلمان، هذيك الكتله نتاع 20 ولا 30 ولا 40، غدوه نتايا راك رايح من خلالها تطرح اسئله، راك رايح انت تثير المطالب نتاع هذا الحراك هذا، تثيرها داخل البرلمان، تثيرها داخل القنوات الرسميه من خلال الوزاره، راك رايح انت تدافع المطالب نتاع الشعب. وشيئا فشيئا شيئا فشيئا هو انك انت اذا كان انت ما حققتش اشياء تركة على المدى القريب، راك راح تحققها انت على المدى المتوسط، وفيما بعد تبقى هذيك الشعله. اذا كان لك مثلا راه خفت هذاك الحراك، تبقى ناس راها داخل الحراك، داخل البرلمان، ولو في مجموعه في الناس، مره باستجواب الحكومه، مره بالتطرق الى بعض الاشياء، مره بالدفاع عن المضطهدين وعن الوسمو، تبقى انت ناس راها في الاعلام، شويه في الاعلام، شويه في البرلمان، شويه في الفيسبوك، شويه في اليوتيوب، شويه كذا، تبقى الامور مستمره. ما لازمش انت تخلي الساحه فارغه، لانه هذ الناس راهم رايحين يعمروها بالرداءة، يعمروها باهل الشكارة، يعمروها بالناس اللي راهم هما ينشروا في الاحباط وينشروا في اليأس، وراهم هما يدمروا في المجتمع بالتقسيط، فهمت؟ وهذا هي. اوكي يا عيسى، انا استنوا فيك، جيب لنا مبارك معك شويه نتاع خبزه ولا شويه نتاع قليه. شوف الاخ نور الدين، تكلمت على الانتخابات والمشاركه، فهمت؟ الانتخابات والمشاركه اذا كانت هناك اتفاق من طرف كما احنا نقولوا من طرف الحركيين، يعني هذه الكلمه اللي نقولها، يعني من طرف الناس اللي راهي في الجزائر ويشوف وراه يشوف باللي الخيار في المشاركه يوصل لنتيجه. شكون هم هذ الحركيين اللي تهضر عليهم انت؟ انا اعترف انا بهذه الزعامات هذه. لا مش زعامات، اسماء والقاب داروها، فهمت؟ كاين حراك تاع شعب تربح، مادام راه ما كانش تاطير، ما كانش قياده اللي هي اختارها الشعب، ما كان حتى واحد له الحق باش يتحدث باسم الحراك. نعم. باش انت تدي، باش تكون انت ناس اللي تسمع لها، هو الناس اللي يمثلها شعب، شي واحد مجموعه هكذا يدير لك انت يا بوندرول، راهم وراءه ناس داخل المخابرات، ولا راهو ناس هكذا في وسائل الاعلام، والله ويجيو يصنعوه لي. شكون اللي حدثني انا؟ جينا حدثني واحد، انا الناس عندها 20 سنه وعندها 30 سنه و40 سنه وهي تناضل، يجي يخرج لك انت يا واحد يحط روحه، انت يحطوه ولا اختاروا له اسم، ولا واحد واسمه بالعربي بن مهيدي تاع الحراك، ولا اخر مصطفى بن بولعي تاع الحراك، وواحد عميروش تاع الحراك. هيا روح. لا اخ نور الدين، اخ نور الدين ماشي هكذا. انا نشوف باللي اذا كان هو شوف المساله ماهيش تتعلق بالشخص بحد ذاته. هل الشعب الجزائري اللي خرج في الحراك هو بحد ذاته راه مقتنع انه لما يشارك في الانتخابات المقبله يوصل للنتيجه ويوصل الى التغيير؟ فيهم وعليهم. لا فيهم وعليهم، كاينين الناس اللي هم راهم داخل الحراك، شاركوا في الحراك ولعده جمع، وهما يصنعوا في الحدث، وهما كذا. كاينين الناس اللي راهم مؤمنين بالمشاركه، كاين ربما ناس ما ربما مازال ما جاش الوقت
علاجل باش هما يتقدموا، ولكن كاين ناس ها هو دوك مثلا الاخ عيسى هو كان يتكلم فيك كان يقول لك باللي راهم كاينين ناس راهم يوجدوا، فهمت؟ كاينين الناس راهم هما مستعدين علاجل باش هما يشاركوا، لانك انت لما تتخلي الفارغ راحين يستغلوه الناس. لا يكفي هو انك انت تنعزل او هو انك انت تبقى انت تهاجم وتبقى انت تردد في الاهزيج وفي الشعارات وراك راح تحقق انت نتيجه، ماك راح تحقق والو، تبقى غير تعيط تعيط تستهلك في الطاقه نتاعك السلبيه، قالو كان جات طاقه ايجابيه تستهلك في الطاقه نتاعك السلبيه، ومع مرور الوقت تبح تبح الصوت نتاعك وتربح كيما الباتري نتاع التليفون راه تنقص برك تنقص 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 حتى تلقى راك في الزيرو. لازم الناس تستخدم هذه الطاقه الايجابيه. الاخ نور الدين احنا ماشي تغيير عنده خيارات. الاخ نور الدين الخيارات هذه رانا تكلمنا عليها بالصوت وبالصوره. الاخ نور الدين اسمع فيا، الاخ نور الدين ماك تسمع هذه نسمع فيك. اصبر اصبر انا ماشي سؤالي مساله ماهيش مساله متعلقه بك ولا بيا، متعلقه بالناس اللي في الجزائر. اذا كان هناك مجموعه من الناس نقولوا احنا في برج بوعريريج راهم من الحراك وشافوا باللي انهم قادرين يدخلوا في الانتخابات ويوصلوا الى شيء فيها ويتفضلوا وحمي منحهم ما حد ما يحمي وحما راح اول وحما يحبسهم ثانيا وحما راح يمنحهم حقهم يدخلوا في الانتخابات ومن بعد شريفه نعم اسمع على بالك بالطريقه هذه اللي رانا فيها تسمى نقدر نهضر غير انا وياك فهمت الطريقه هذه اللي راني دايرها نقدر نهضر غير انا وياك خلي نديروا ان صالون تسمى نخرجوا من هذا الحوار اللي راني انا وياك فيه نديروا ان صالون باش نقدروا نضموا عيسى ولا ربما ناس اخرين خلاص روح هيا اوكي دوك نعاود معايا دوك نعاود ندخل المهم كي عاود ندخل ان شاء الله بصح راني بالتليفون راني بالتليفون ما نقدرش نديرها باسكو ما عنديش الميسنجر ما نقدرش نديرها هذيك نقدر نديرها كي نكون بالورديناتور خلي نكملوا هكذا برك خلاص كيما تحب شوف نقول لك الاخ شريف شوف درك مثلا مثال نعم كانوا ناس درك مثلا راهم كانوا هما مراهنين على القايد صالح كمثال وانت تقول له دي راك غلط في الحسابات تاعك يقول لك انت واش تعرف وانت يا ما فاهم فيها حتى حبه وانت راك قاعد غت فهمت ومع الوقت انت يبان هو خاطئ كمثال نعم. برك كمثال برك راني نسمع واشياء واحد اخرى دوك هو يخطئ مرتين ولا ثلاث مرات ولا ربع مرات من بعد يجي لي انا على جال باش نسمع له باش ندير بالراي نتاعو نسمعلوش ما نسمع له ولا ندير بالراي نتاعو انا نسمع الواحد اللي راه درك هو عنده رؤية مستقبلية رؤية استشرافية وأكدت الأيام صدق الكلام اللي يقوله هذاك نسمع له قال دوك مثلا قال مثلا مهري إنسان سياسي وقال مثلا قدم نظرية ولا قدم اقتراح ولا قدم تصور ولا قدم رؤية وأثبتت الأيام صدق النظرة نتاعو هذا اللي نتبعو وزيد فهمتوا عمر أما إنسان اللي هو شاك فوا كل مرة هو يقول لك حاجة ويتظهر عكس هذا نسمع الكلام نتاعو أنا ما سمعلوش جبتها لك كمثال درك نتاع على هذه القضية نتاع الانتخابات ولا نتاع الحراك شكون هو هذا الإنسان أنا اللي أنا نسمع له هذا الإنسان اللي راه ضق مثلا قال جماعة تاع الفاس
دخلوا وسمغوا مع النظام. جماعة الرشيدي دخلوا وسمغوا مع النظام. جماعة حمص دخلوا وسمغوا مع النظام. الجماعة اللي في وقت من الأوقات كانوا داخلين مع بوتفليقة في القضية نتاع المصالحة، وفيما بعد ظهر باللي من العصابة وظهر من كذا. الجماعة اللي كانوا يمشوا مع القايد صالح كيف كيف. شكون هما هاد الناس أنا اللي نسمع لهم أنا، ولا الناس هذو اللي راهم خويا أنا دوك نحوس على جينيراسيون واحدة أخرى. جينيراسيون واحدة أخرى نحوسوا على جل باش أنا مش لروحي. أنا نفسي ما عندي لا طموح على جل باش نترشح والو لجنة حي. حوسوا على جل باش تجي جينيراسيون واحدة أخرى عندنا إكسبيريونس بكل تواضع، وكاين أشياء اللي قلناها أثبت الواقع الصدقية نتاعها. حوسوا على جل باش درك أنا نجي واحد أنا يخطب لي أنا في باري هاز لي ميكروفون، وكل كل كل سبت أنا داير لي واسمه يعاود لي نفس الهضرة. سمع له أنا ما نسمع له ما والو، هضرته داخلة منا خارجة منا. فهمت؟ وشكون هو هذا الشخص أنا على جل باش هو يجي قد عليا يقول أنا روحوا لي يمثل شيء، يمثل هو ويمثل الجماعة تاوعو ويمثل بالك المنطقة نتاعو، والله ما يمثلنيش. أنا نحوز قال لك مثلا غدوة أبناء الولاية نتاعي في البرج. يا كان الناس سمعوا لي في ولاية واحد أخرى أخويا على العين والراس. حوز أنا دوك مثلا على مستوى أبناء الولاية نتاعي في الولاية نتاع البرج. ماذا بيا؟ يظهروا شباب ما يخليوش نفس الوجوه اللي هي تتداول على المجلس الولائي، تتداول على البلديات، تتداول على البرلمان، تتداول على المؤسسات المختلفة. ما يخليوهاش هي تبقى مستمرة في هذا العبث. غدوة قال مثلا على مستوى الولاية نتاعنا يا خويا أنا ماذا بيا باش يخرجوا شباب من هذا الناس اللي هما شاركوا في الحركة، وكاين الناس عندهم كفاءات، كاينين الناس إطارات، يخرجوا عدة مجموعات. قال لك مثلا إذا كان لك مثلا البرلمان في الولاية نتاع البرج مثلا فيه فرضا نقولوا مثلا كاين 10 مقاعد، 10 مقاعد يا خويا يخرجوا 10 مجموعات، 10 مجموعات تاع أحرار. قال غدوة مثلا غدوة كي يتصفوا من خلال التوقيعات هذيك، والله ما على باليش بالوسم بالضبط، قال غدوة يخرجوا 5 مجموعات من بين العشرة دارها نتاع العشرة، يخرجوا 5. في الخمسة هذوك قال مثلا درك غدوة راه عندك قال مثلا 10 نواب، راه مثلا عندك انت 50 واحد مترشح. غدوة انت يا من العشر نواب هذيك يا سيدي فرضا ديت انت يا مثلا 5، هم عندك 5 غدوة انتخب عليهم المواطن البرايجي، وغدوة هذوك غدوة يتكلموا باسم الشعب، سواء ينقلوا المطالب نتاع ابناء الشعب في البرلمان او في الولاية او في البلديات. كيفاش انت تحوس على التغيير وما عندكش رئيس البلدية؟ يا غدوة رئيس البلدية انت اللي انتخبته، غدوة انت تروح ليه قال ودي خيتك حدثنا على الطريقة الفلانية يلا وفي بالوعد نتاعك وهكذا. غدوة كي دوك مثلا انت راك راح دير ناس في البرلمان، ناس في البلديات، ناس في الولايات، غدوة على مستوى الوطني تقدر فيما بعد انت تنظم. واش تنظم دوك؟ تنظم الريح ولا ما تقدرش انت تنظم؟ تنظم وانت واحد ما هو سامع لك. غدوة هذ الناس عندهم دوك هما مسؤولية، راه انتخبهم الشعب يولي عندهم التزام امام الشعب. غدوة قال مثلا دوك هذ الناس اللي راهم رايحين يترشحوا، قال ها هو التعهد نتاعنا امام الشعب، نتعهد من انه حنا رانا رايحين نرفعوا قال مطالب الحراك، ورايحين حنا نجسدوها في خلال مشاريع، في خلال قال مثلا قوانين، في خلال مبادرات الى غير ذلك. واش طالبوا؟ قال مثلا ايها المواطن البرايجي، قال مثلا حنا ديروا لنا كذا وديروا لنا كذا وديروا لنا كذا. قال ها هو الشيء اللي حنا انتخبتونا من اجله حنا جسدناه. حرك وش هو هذا؟ حرك هو انك انت تدير دي بوندر وتقعد تعيط فوفوار اساسا، ودوله مدنيه ماشي عسكريه تقعد انت تضرط بها وتعيط بها، حاشاك والله. شنو غدوه انت هذه دوله مدنيه وعسكريه تجسدها من خلال مشاريع،
من خلال المبادرات، من خلال اشياء اللي هو يلمسها المواطن في الوسمو. شي انت يا جي تقول لي انت يا دوله مدنيه ماشي عسكريه وتروح تسند لي جنرال غديري، دوله مدنيه ماشي عسكريه وتروح تسند لي نزار، دوله مدنيه غدوه نشوفوها من خلال التحضر نتاع المدينه هذيك اللي انت راك فيها. غدوه انت لما يروحوا ناس يدخلوا يلقوا المدينه هذيك هذه اضواء وهذه طرق وهذه مراكز تجاريه وهذه نظافه وهذه صحه وهذا التعليم وهذا التطور وهذه تكنولوجيا، يجيو لك الناس يقول لك الله اخويا ما شاء الله. غدوه انت قال مثلا على مستوى مثلا الولايه نتاع البرج كي تلحق الناس لهذا المستوى، هاد الناس اللي راهم كانوا مثلا يبرحوا والله كذا، يجي لي يقول لك والله بارك الله فيكم، والله لو كان تبعناكم لو كان رانا خدمنا الولايه نتاعنا كيما هكذا، فهمتني؟ اما هو باش انت تبقى الناس في الطرق هكذا وتردد في نفس الكلام وفي نفس الشعارات، والله ما راك راح تحرك والو، بالعكس راك انت كيما كنت نقول قبيل عندك طاقه راك تستخدم فيها سلبيا، ما راك راح تحقق حتى النتيجه. الاخ نور الدين الصراخ هذاك مع الوقت يروح، اسمح لي الاخ نور الدين مع الوقت يروح وصلت بي. اسمح لي الاخ نور الدين، ما هو ردك على الناس اللي تقول انه الانتخابات ما تفيدش لان جربت من قبل، وذكرت الاحزاب اللي كانوا يفكروا بنفس الطريقه اللي تفكر بها الان. لا. كانوا يقولوا، اسمح لي، كانوا يقولوا احنا ندخل الانتخابات البرلمان ونغير، قعدوا 20 سنة ما قدروش يغيروا. شوف الأخ شريف، ما تفضل. شوف، أولا أنا الانتخابات اللي راني نحكي عليها ما هيش هي الانتخابات تاع الناس هذو، هذوك راهم عندهم إيديولوجية معينة، فهمت؟ عندهم إيديولوجية معينة، وحتى هذيك الإيديولوجية مرات هي مناقضة للقوانين اللي راها موجودة، بالتالي هما راهم يصارعوا. كاين اللي راهو يصارع من اجل البقاء، كاين اللي راهو عنده عينه طويله وراهو سمو، وحتى كاين الناس اللي هما درك راهم اثبتت الايام من انهم يحوسوا على المناصب ويحوسوا على الدراهم. انا راني نحكي لك على الانتخابات لانها خيار استراتيجي من بين الخيارات نتاع التغيير. نحكي لك على الانتخابات في ظل الحراك، حراك اللي ما عندوش هو قال لون ايديولوجي معين، فهمت؟ راني نحكي لك الانتخابات اللي هي انها راح تفرز طاقات جديده اللي فيما بعد هي تحاول هو انه تاطر هذاك الحراك، فهمت؟ لانه الحراك سيبقى مستمر. نسمع كان على الانتخابات مجربه بالطريقه اللي كانوا هم مره على مره يديروها تاع حمسو لفلان والارندي وكذا، بطبيعه الحال كنت كي تمشي انت في هذاك الاتجاه راك راح توصل النتيجه. انا راني نحكي لك على هذه الانتخابات اللي ما عندهاش لون ايديولوجي معين. غدوه انت كي راهم راهين يتحركوا شباب مثلا في المسيله، شباب في البرج، شباب في سطيف، شباب في قسنطينه، شباب في ام البواقي، شباب في عنابه، في سبع راس، في تبسه، من جهة الغرب قال مثلا التنس، قال مشلف، قال معسكر، قال غليزان، قال وهرن، قال تلمسان، قال عين تيموشنت، قال مثلا جهة الوسط، قال مثلا ما على باليش انا في العاصمة، قال من رحت هي جهة البويرة، رحت من هي جهة تيزي وزو، رحت كذا. والناس تمشي ومن بعد قال درك انت غدوة اللي راهم رايحين يخرجوا من تيزي وزو، ربما الناس اللي راهم نتاع وهرن قال ما يتفقوش، قال غدوه ناس نتاع تباتنا ونتاع العاصمه قال ربما ما يتفقوش، ولكن كاينه قواسم مشتركه. فيما بعد بشوي بشوي راهم رايحين هما يوحدوا هذيك الرؤى، راهم رايحين يوصلوا هما من خلال النقاش والحوار هو انه فيما بعد يشكلوا قناعه مشتركه وتروح تمشي. كي يلحقوا هما دوك لهذا المستوى هذا، فيما بعد هما يقدروا يصنعوا رأي داخل البرلمان، يصنعوا رأي داخل الحكومة، يصنعوا رأي داخل الرئاسة، وتمشي الناس واحدة واحدة. انت كيفاش راك راح تغير انت؟ كيف راح تغير؟ هاك انت دوك تقعد انت في الشارع قدام، ها ما عندهم عامين، شحال راك راح تزيد؟ زيد 5 سنين واحدة أخرى؟
شحال تزيد؟ انت دوك اذا كان فوت هذه الفرصه نتاع الانتخابات التشريعيه، هما دوك راهم داروا الانتخابات الرئاسيه ويزيدوا يديروك انت الانتخابات التشريعيه، مروا الدستور، شحال راك راح تبقى؟ تبقى انت دوك جاي في الشارع وبطريقه سلميه وبحضاريه وقعد انت غني 1 2 3 فيفا الجيري، وقعد انت 5 سنين واحد اخرين. انتخابات هي خيار من بين الخيارات نتاع التغيير، انت كي تعتمدها وتلقى ناس اللي هما تقدر تجند من خلالهم تجند الشعب، فيما بعد راك راح تدي الاغلبيه، كي تدي الاغلبيه راك راح تدي الحكومه، وراك راح انت تولي فيما بعد تخاطب في الناس من خلال البرلمان. تبقى لك الرئاسه مع الوقت، هو انه لما يكون هناك حراك مؤطر من خلال هذا النواب تاع البرلمان، من خلال النواب تاع المجلس البلديه، من خلال النواب في المجالس الولائيه في مجلس الامه، فيما بعد والناس اللي راهم في الخارج، فيما بعد انت تبقى لك الرئاسه، ومن بعد تجسد انت المطالب نتاع الشعب، هذا الشعب اللي راه محوس على الجمهوريه الجديده وعلى السلوكات هذه الجديده اللي كنت تتحدى عليها، تجسدها انت كي تكون عندك البوفوار. كي عود ما عندكش انت البوفوار، كيفاش راح انت تجيب المشاريع؟ كيف راح تجيب الصفقات؟ كيفاش راح انت تطور التعليم؟ كيفاش راح انت تطور الانترنت؟ كيفاش راح تطور انت الجيش؟ كيفاش راح انت تطور الصناعه وانت ما عندكش؟ لابد هو انك انت تدخل هذه المؤسسات، لانك انت الحراك. وش هو الحراك؟ هو وسيله لاستعراض القوه نتاعك، انت عندك قوه شعبيه لكن قوه غير منظمه، قوه غير مهيكله، قوه غير مؤطره، مجموعه من الناس حاكمين الميكروفونات وهم قاعدين يعبثوا باراده نتاع الشعب. لكن غدوه كيكونوا عندك انت ممثلين في البرلمان، في البلديات، في المجالس الولائيه، جه هضر معاك قال سي محمد انت شكون انت اللي تخبك انت؟ شكون انت اللي انت قال لك انا نتكلم باسمي؟ ما تتكلمش باسمي. روح انت هز هز انت جوق وعيط على راك، عيط على راك، ما تهضرش باسمي. انا راني ممثل شعب. دوك انت شكون هو اللي عنده الحق هو على جال باش انت يجي يقول لك انت ما ترشحش؟ شكون؟ من تكون انت؟ من تكون انت باش تجي تقول لي ما ترشحش؟ شكون انت؟ تارك في الحراك، إيه الحراك نتاع الناس الكل راهم موجودين فيه، شكون انت؟ شكون اللي كلفك؟ راهو الحراك هذا مؤطر، راهو مهيكل، راهم عنده ناطقين رسميين بيه، ما كانش. لكن غدوه انا اللي راني نهضر لك هو انه راه قال مثلا تخرج نواه في البرج، غدوه يخرجوا ناس يترشحوا عندهم، قال مثلا الاف من الناس راهم انتخبوا عليهم وراهم يتحدثوا، وناس كي تسمع لهم تشبع، فهمت؟ ناس من مستوى من الاخلاق ومن الرقي ومن الحضاره ومن الثبات ومن الرزانه ومن الوعي ومن كل شيء، كي تسمع لهم انت تشبع، تسمع لهم انت عندك افكار تغذيها، عندك افكار تتزوجها، عندك افكار كذا، وتلقى ناس اللي هما راهم فعلا في المستوى. فيما بعد انت يا خويا قال ودي روح كون سبع وكنا، اما باش انت تجي انت تقارن لي نتاع الناس اللي هما اثبت الواقع الفشل نتاعهم والمحدوديه نتاع الفكر نتاعهم، وديرهم لي انت كمعيار على جال باش انا تسمى تقارنهم لي بناس اللي ما كانش خلاص، نو مش منطق هذا. هنا راني نحكي لك على ناس وعلى حوايج اللي راهم في المستقبل، علاش نحكي لك على درك انا؟ هذو درك راهم هما شاركوا في الحكومه عده مرات، شاركوا في البرلمان عده مرات، وشاركوا في مجالس مختلفه، منهم اللي ربما راهو اصاب، منهم اللي ربما راهو درك هو ادى المسؤوليات نتاعو، ادى الخدمه نتاعو، ولكن على العموم هما راهم شاركوا في هذا الوضع اللي احنا الان رانا عايشينه، بالتالي احنا دوك احنا نحوسوا على وضع واحد اخر. بصح الاخ نور الدين، انت كنت تقول، واحد الوقت التجريب المجرب يوصل لنفس النتيجه. واش من حاجه جربت؟ انت في حديثك لما واحد مثلا كنت واحد الوقت تقول إذا الإنسان اللي يروح يجرب حاجة مجربة
وهي جربوها الناس راح يوصل لنفس النتيجة. صح ولا وش هي؟ ما يهمنيش وش هي، هذا كلام عام عام عام. ايه اصبر انت، اترك في هذه النقطة، احتفظ بكلامك، احتفظ بكلامك. دوك نعاود مرة ثانية، اسمح لي اسمح لي. دوك راني قال مثلا، راني قلت لك انا، قال مثلا انت تجرب عملية حسابية، قال واحد زائد واحد ايكال دو، فهمت؟ واحد زائد واحد تساوي اثنين. راح انت ما راكش راح تعاود نفس العملية، ما رانيش راح نقول لك انا عاود نفس العملية على جال باش انت راك راح توصل للنتيجة. راني راح نحكي لك انا على عملية غير مجربة. قام جربوها الاخ نور الدين. اصبرني الاخ شريف، مشكلة الاخ نور الدين، اسمح لي اسمح لي. المشكلة ماهيش في الانتخابات، خلي نكمل، خلي دوك الانتخابات كخيار، من خيار التغيير دوك خيار لا رجعة فيه، خيار صائب، خيار اللي هو راك راح انت من خلاله راك راح تعرف انت الحجم نتاعك، وراك راح تعرف انت المصداقيه نتاعك امام الشعب، وراك رايح انت يكون فيه تداول سلمي على السلطه عن طريق الصندوق. المشكله مش في الانتخابات، المشكله في الرجال اللي انت راك راح تختارهم. اذا كان انت اخترت رجال انتهازيين، اذا كان انت اخترت رجال اللي ما عندهمش كلمه، بطبيعه الحال راح توصل لنفس النتيجه. الخيار مش الخيار اللي غلط، هذا الجماعه اللي راهم شاركوا في الانتخابات في من قبل، سواء انت حمص او ناس اخرين، مش المشاركه في الانتخابات اللي هي خاطئه، المشاركه في السيستم اللي هو خاطئ. احنا ما راناش نحوسوا على سيستم، احنا رانا نحوسوا على سيستم جديد. يمسح السيستم الجديد كاينه خيارات يا الاخ نور الدين، تغيروا كيفاش راح تغيروا؟ عن طريق الانتخابات او عن طريق الانتفاضه او عن طريق الثوره المسلحه؟ وش هو الخيار اللي راح تغير انت؟ تغير الاخ نور الدين، اخ نور الدين، اخ نور الدين، الكلام لك تقول فيه، انا راني نقول لك، انتما راني نسال فيك، حنايا في ظل نفس النظام، وهو النظام اللي راح يدير الانتخابات هو نفس النظام البوتفليقي، ما تغيرش، هو نفس النظام الزروالي، هو نفس النظام علي كافي، ما تغير والو. هذا النظام اللي هو اللي كان في من منذ الانقلاب 1992 الى يومنا هذا هو نفس النظام، ما تغيرش النظام. يديروا هما راح هما اللي مراي هو بالي راه المشكل وين راه؟ في بعض الناس عندهم المشكل، ماشي مشكل في الانتخاب. دوك انا مثلا ما عنديش مشكل نروح ننتخب، بصح المشكل تاعي هل انا الصوت تاعي لما نصوت على نور الدين يدخل في الحساب في حساب نور الدين؟ النظام هو اللي دار الانتخابات، هو اللي راح ينظم الانتخابات المقبله. في ظل النظام هذا، هل هاو السؤال تاعي، في ظل النظام هذا هل ترى انه بالانتخابات تصلح ان يكون وسيله للتغيير؟ راني فهمتك الاخ شريف. شوف انا منذ سنوات قبل هذا الحراك الشعبي وقبل هذا ما يسمى بالربيع العربي، وانا عندي نفس الموقف. انا يا قلت باللي تجتمع جميع الخيارات، مش غير فقط خيار تاع الانتخابات، خيار تاع الانتخابات على جال باش حنا رانا نحوسوا على تغيير سلمي. ولكن هذا الناس اذا كان اجبرونا على طرق واحده اخرى نروحوا معهم. تراسك خشين، انا هني راسي خشين معاك، ماشي قال دوك انا راح نشارك معاك بالمشاركات هذيك نتاع روح الانتخابات وطبق يديك وقالهم زوروك وروح جي في دارك. نو، وجد رجال داخل الجيش، وجد الشعب للانتفاضة، وما يرجعش الشعب إلى غاية الاحترام تاع السيادة نتاعو، فهمت؟ وما تعاودش بالأخطاء اللي هي وقعت تاع قال في وقت الفيس وقت الفعلان وقت الأرندي وكذا. أنا راني نحوس لك في إطار جديد، بحيث هو أنك أنت درك الناس اللي شاركوا في الانتخابات الرئاسية، هذا المرشحين كلهم
كاش ما وري لي ترى واحد من الناس هذو اللي راه مشكوى للتزوير. يا باش مخدومين راهم خدموهم. خدموهم من لما خدموهم. المهم درك هما راهم داوها. انت درك ما شاركتش وتقول باللي هم زوروا وهم داروا. هذو الناس اللي شاركوا ما هضرش على التزوير. انت ما شاركتش وتهضر لي على التزوير. كان الناس يا اخ نور الدين كان الناس نظام مزور راني معاك، نظام مزور من قبل ارك مع راني معاك. يا خويا انا اللي قلت لك باللي شوف هذا الحراك الشعبي قلتها ونعاود نكررها، الحراك الشعبي هو يتواصل ويعاود يرجع بطريقه مرحليه فهمت، ويرجع بافكار جديده اللي هي تجمع الناس. وفي نفس الوقت انت كي شغل شوف نقول لك نختصر لك نجيب لك كمثال شغل انت دوك مثلا انت راك اكتشفت افعى فهمت، اكتشفت افعى تتحاصرها من كل النواحي وتخلي لها منفذ تخرج منه بوان. هذه هي ماشي انت تقعد حتى ان هذيك الافعى كل مره تلطم لك واحد من ولادك تاكله والله عندك غلم والله كل مره تاكل لك واحد وانت راك قاعد تعيط عيط واي هاي تاكل هاي دير هاي كلات هاي دير ما كدير والو. انت لازمك تحاصر هذيك الافعى تحاصرها من كل النواحي وتخلي لها المنفذ. اذا قدرت تقبض عليها وتنحي لها جدباباها اللهم بارك، اذا ما قدرتش على الاقل انت تخلي لها منفذ تخرج منه. نعم فهمت، هذه هي تحاصرها من كل جوانب. شارك في الحراك، شارك في الحراك بطريقه سلميه او بطريقه حضاريه، شارك فيه ومد بديل، شارك فيه ودير افكار اللي تخدم المجتمع. في نفس الوقت راهن على الخيارات اخرى، عندك ناس داخل الجيش، هذا الجيش هذا ما جاش من الموزمبيق، ما جاش من دوله واحده اخرى، جيش نتاع شعب فيه افراد مفسدين لا شك في ذلك، فيه خونه لا شك في ذلك، فيه ناس مجرمين لا شك في ذلك، ولكن هذو راهم ابنائنا ونعرفوهم. انا ما لازمنيش نروح انا نقارن انا شوشان الطرطاق. لازم الاخ نور الدين نو خلينا اشوف الاخ نور الدين، احنا كلمة نتكلموا بالأسئلة نتكلموا عامة. أنا في اعتقادي حبيت قصد أنت أنه قبل الانتخابات اللي قرروا أنه يدخلوا للانتخابات القادمة يبدأوا التعبئة من اليوم. إيه ولا من النهار اللي قرروا. يبارك الله فيك، هذا وش حبيت قصد. أنا راني بحال راني هكذا ورانا روطار. ورانا روطار لازمك أنت تيضك قال مثلا على مستوى الولايات لازمك انت تهيئ ناس. نعم. في المستوى يعني الناس. نعم. اللي غدوا الشعب يقول لك والله خويا ما شاء الله. فيما بعد انت مش معناتها انك انت تقدم مثلا نخب قال مثلا. نعم. قوائم على مستوى الولاية وخلاص. نعم. تقدم وتحرص تحرص. نعم. على الصندوق نتاعك. معناتها انت تحرص على الصندوق نتاعك خلاص، وتبقى انت تحرص على الإرادة نتاعك. فيما بعد هذو الناس اللي راهم في الاسلاك الامنيه المختلفه نفس الشيء هما يكونوا سند لهذا الشعب. غدوه قال مثلا في حاله تاع التصوير والله خبط يدك على الطابله ما تطلقش، تقعد انت تدي البرلمان تدي البلديات تدي الولايات في اطار مستقل. يا هو قال مثلا في اطار تاع الاحزاب والله الاخ نور الدين قال لك واسمه قوائم تاع احرار الاخ نور الدين خاطر مره راهين يلعبوا على الدور هذا ثاني غير كون كاني صح. اسمح لي الاخ نور الدين، التجربه اللي تحدث عليها او دارها بن فليس في الرئاسيات؟ لا نعم بن فليس واحد من تو النظام كيفاش يديرها يا راجل. يو دارها واش او دار الكتاب الابيض ودار وقال لك ذا وكذا في الاخر هو لا ننظر لك انا على السؤال قلت لك لا رجوع الى غايه احترام السيادة الشعبية. بن فليس راهو راح ضرب فيها عمره وهو جا في دار وضرب فيها 8 ملاير ولا 4 ملاير وهو قاعد راهو داير بيستاش بالك راهو ذوك راهو سهران معنا. اي والله قولي بعد لنا شويه بيستاش. اي والله الاخ نور الدين نحكي كان انتخابات بشكل جديد. نحكي كان انتخابات بشكل جديد واللي هي تفرض السيادة حقا
ماشي انت هذوك مع انت انت حبيت تقصد باللي الشعب الجزائري الان مع انت الاقتراح تاعك الحركي يولي الى عامل ملموس بطبيعه الحال. مناسبه قلت لك هي مناسبه الان مناسبه وطنيه تبدا الناس تحضر فهمت تحضر ل هذا نقاش يكون لاحياء هذا الحراك احياءه على المستوى الوطني وفي الخارج بطريقه واحده اخرى يكون يوم وان انه تجتمع هذه الطاقات على المستوى الوطني وفي الخارج نعم بطرق اللي هي تلم الناس نعم تلم الناس هذه كخطوه اولى ما لازمش انت تجيك هذه الفرصه تضيعها خطر اذا خرجت رايح تعاود تعيط في نفس الاهازيج تاع العام اللي فات والعام اللي قبله رايح تزيد تعيط الناس تروح تجي في ديارها وتقعد الشعب درك هو ديجا باش تحركه لازمك اولا تجيب حاجه جديده اللي هي تخليه يشارك انا عطيت لك امثله مثلا في البرج على جال باش ما نضرش نعاود فيها لما انت تحرك ناس ولو مش بالضروره هو انه راه راح يخرج معك المواطن البريجي كل وهذه قس على ذلك الولايات الاخرى لكن انت كخطوه اللي هي تقدر انت تجمع بها ناس وما تدخلش في مواجهه مع السلطه مواجهه بمعنى انه انت راح تؤدي الى احتكاكات وربما تؤدي للعنف وربما تؤدي انت تزيد تدخل ناس للسجن وكذا لا ما تدخلش انت في المواجهه وروح بالعقل لم الناس جيب افكار جديده خلي الناس اللي راهم درك هما خايفين ولا راهم متردين يفهموا باللي انت راك دير في تغيير مدروس تغيير سلس تغيير مبني على افكار مش مبني على اشخاص وفيما بعد انت فرصه على جلب باش انت تعطي حريه المبادره للناس اخرين يشاركوك من خلال الافكار تاعهم من خلال الاقتراحات نتاعهم وتجي شيئا فشيئا على جل باش انت تصنع مناخ واحد اخر تصنع جو واحد اخر اللي هو يساهم في ابراز طاقات واحد اخرى اللي هي تشارك في الانتخابات وفي كذا وتشارك انت في التغيير تغيير انت هاني قلت لك انا ماهوش هو انك انت تخرج للشارع وتعيط الاخ نور الدين التغيير هو انك انت تغير النظم تغير القوانين تغير الاساليب تغير العقليات تغير المفاهيم تغير الذهنيات هذا هو التغيير التغيير مش هو انك انت تدير شعارات تبقى انت تتردد فيها وتبدا تتعيط معك صح. هو انه الناس تخرج تحتج وتخرج الناس تقول بسطه تقول كفى معك اخرج وندد اخرج وش تجب اخرج واستنكر معك لكن هذاك الاستنكار وهذاك التنديد وهذاك الشجب يقابلها الرفض لازم يقابلها عمل مؤسساتي صح. عمل اللي هو يساهم غدوة هو في النظم ويساهم في القوانين ويساهم في التشريعات ما يكفيش هو انك انت تخرج انت صح. في الشارع وتنتفض وتعيط وكذا كيفاش راح انت غدوة تتفاوض انت مع الناس الاخ نور الدين الان انتقلوا للمساله الناس اللي ذوك مثلا هما داروا الثوره اسمح لي داروا الثوره كانوا ناس هما هازين السلاح كاين ناس هما في المقابل كانوا هما يمارسوا في العمل التفاوضي شكون هما الناس هذو اللي راح يفاوضهم النظام النظام معروف بالاختراقات معروف بالغدر معروف بالخيانه راه يجبد لك ناس هاك تشوف فيهم ناس يدخلهم للسجن ويرجعهم لك هما ممثلين باسم الحرك الاخ نور الدين حنا ننتقلوا لمساله اخرى المساله الاخرى وهي فيما يتعلق مع مع انك انت يا راك تشوف باللي هناك يعني استغلال الحراك في اتجاه صحيح هو المشاركه في الانتخابات المقبله لفرض راي لفرض الواقع انت انه الحراك لو يكمل غير في الخروج والشعارات ما يجيبش نتيجه وانما لابد من الدخول عن طريق الانتخابات هل قريت انت يا المسوده تاع القوانين الانتخاب اللي خرجت مؤخرا ووقع عليها بعد بعض الحديث عنها
هل هاد المسوده اللي خرجت تسمح للناس الجدد انهم يدخلوا ويرشحوا انفسهم؟ شوف نقول لك، اسمع، اولا كما راني هدرتها في وقت سابق ومعليش هو نعاود نذكرها. نعم تفضل. ما لازمش الانسان يركز على التفاصيل. اولا هذه مسوده ماهيش قانون عضوي رسمي. يا مراحين. راها مسوده. مسوده بمعنى انه القوانين الرسميه نتاع الانتخابات هما راهم مرات يديروا حوايج او يخرجوهم على جل باش نتاع المواطن يقول لك انا ما كاينش منها وبلا بلا ومنها، كيما داروا في الدستور قال لك باللي راهم رايحين يسمحوا للمثليين وراهم نفس الشيء. يخرجوا لك هما اشياء على جل باش انت من بعد هما يخرجوا لك قوانين اللي تريد تقول انت ها يا سيدي هاي ما كانتش هذيك راها كلها بلا بلا برك وراها الريح بالريح. انت ما تركزش على تفاصيل نتاع القانون هذا العضوي نتاع المتعلق بالاحزاب السياسيه ولا المسوده، تركز على الخيار نتاع التغيير. الخيار نتاع التغيير اللي هو خيار الاسلم والخيار الامثل للحاله الجزائريه اللي هو خيار الانتخابات. ولكن لازمك انت تدير الحسابات نتاعك كما كنت تقول لي قضيه نتاع التزوير، القضيه هذيك انت لازمك تاخذها بعين الاعتبار. نعم. مش ما تخليش انت منافذ لهذا السلطه تبقى هي تتلاعب كل مره بالاراده الشعبيه. ركز على الخيار، وجد الرجال نتاعك في الجيش، وجد الرجال نتاعك هذو اللي راهم رايحين يخوضوا الغمار نتاع الانتخابات، وجد الرجال نتاعك في الاداره، وجد الرجال نتاعك في المعلوماتيه، وجد الرجال نتاعك في الاموال نتاع التمويل نتاع الحمله الانتخابيه، وجد الرجال نتاعك هذو اللي راهم رايحين ينتخبوا. فهمت؟ انت انسان مش ما عندوش حتى بطاقه نتاع الانتخابات وتاخذ ورك راح انت تدخل الانتخابات، راك خاسرها من نهارك راك خاسرها. تروح انت توجد انت عندك مرشحين وعندك ناس يمولوا وعندك ناس في الاداره، ومن بعد نهار الانتخابات ما عندكش ناس اللي ينتخبوا، ليك خاسر الانتخابات. لازمك انت تساهم في عمليه نتاع تحسيس، بحيث هو انك انت تبداها من الاسره. كل واحد قال الاسره نتاعك قد عندك 4 اولاد، اخويا انا حاسبني باربع بطاقه تاع انتخاب. فهمت؟ هكذا لازم تكون في عمليه نتاع تحسيس وتوعيه على كل المستويات. فيما بعد انت انتخابات انت توصل للنتيجه، مش انت تروح انت تناقش لي النتيجه وانت مازال ما درت حتى سبب. كما كنت نقول لك قبيله نتاع دار واحد الاسس ما دارهاش وهو قاعد يقسم في الديار، لا 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 هذه انا الشمبره ما عجبتنيش انا نحوس على وحده زرقاء، الاخر يقول له نو انا نحوس هذيك فيها تلفزيون تاع بلازما، الاخر يقول له نو 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 انا مش حوس انا بلازما هذاك ديمو ديالنا، نحوس على واحد يكون كسطري في الحيط وكذا. انت الاسس نتاع الدار ما درتهاش. انت درك كي تكون انت راك داخل للانتخابات ما تحكيليش انت على هذه القوانين، القوانين هذيك انت راك راح تستعملها كوسيله من اجل الجلب باش انت تدخل ليها. يا كل اخ نور الدين، على حسب فهمي هما راح يديروا قوانين باش ما يسمحوش للطبقه الشابه الجديده انها تدخل في المعركه السياسيه. بالعكس هو تبون في نفسه راهو في الخطاب نتاعو في المشروع نتاعو في الحمله الانتخابيه تحدث وقال باللي راهو رايح يسمح بتكوين طبقه وراهو رايح يساعد هذا الشباب، بل حتى راح يساعدهم في الحمله في التمويل نتاع الانتخابات. انت ادخل له عليها، انت ادخل له الكلام غير اخ نور الدين، الكلام اللي يتكلم به غير شوف غير الواقع والدليل على ذلك. ما ناش نهضر لك انا جبت لك خليني نعطيك واحد النقطه اخ نور الدين. الدليل على ذلك هو الدستور، لما دار الدستور وغير بعض البنود في الدستور واضاف بعض البنود، قال يكون هناك حوار والشعب يكون هناك نقاش، ما كان لا نقاش لا حوار. اي بصح اسمح لي انا ما رانيش نشكر لك في تبون ولا راني ندافع لك. لا 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 ماكش شكور، انا راني قلت لك احنا نهضروا. اسمح لي كلامي واضح،
كلامي واضح هو انه اسمح. انا في وقت من الاوقات أخي قلت بلي أخي ان الناس اسمعني لازم تعطي فرصه لهذا التبون. اعطينا له فرصه، احنا الان درك رانا نحوسوا نروحوا تغيير نظام جذري يا اخ نور الدين. فرصه نتاع الانتخابات، راحت الفرصه نتاع الانتخابات الرئاسيه، جات هذه الفرصه نتاع الانتخابات الشرعيه، ما لازمش انت تخليها تروح، لازمك تدخل وتراهن على الانتخابات وفي خيارات اخرى. تراهن على الانتخابات اذا كان درك هما خلاو خرجت طبقه جديده من هذا الشباب اللي راهو كان داخل الحراك او مؤمن بالحراك، مؤمن بالتغيير، التغيير الجذري للنظام، دخلت وشكلت هي نواس داخل هذا البرلمان او شكلت اغلبيه ودات الحكومه، فيما بعد درك انت تبقى لك الانتخابات الرئاسيه، اللهم بارك. اذا كان درك هاد الناس راهم درك هما قاعدوا يلعبوا، يا خويا هيئ الارضيه لهذ الناس داخل الجيش باش يتحملوا المسؤوليه نتاعهم، فهمت؟ ويروحوا نروحوا مسندين بهذا الشعب، مسندين بهذا الشعب، ومن بعد هما راهم يتحملوا المسؤوليه تاعهم في الوقت المناسب. اما باش انت تخلي لهم هكذاك الساحه برك وتخليهم يلعبوا، هما راهم رايحين يلعبوا اللعب نتاعهم ويبقاو متمسكين بالسلطه الى اخر يوم في حياتهم، ويبقاو يباسيو فيها من 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 مجموعه لمجموعه. احنا نحوسوا على جال باش كيما قلت لك انا تحاصرهم من كل الجوانب وتخلي منفذ اللي هما يخرجوا منه. خرجوا بالسلميه اللهم بارك، ما كانش بالمطرق، المهم نتاع حاصرهم من كل الجوانب، فهمت؟ ما تخلي لهمش انت الفرصه على جال باش يبقاو هما مستمرين ينهبوا في الثروات نتاع الشعب، ويبقاو هما مستمرين ومدين البلاد مدينها للهاويه. ما تخلي لهمش الطريق، ما تخلي لهمش المساحه، حاصرهم حاصرهم وخدم. تا دوك مثلا غدوه راها ناس في الحراك، ناس في البرلمان، ناس راها في الاعلام، كثر عليهم الحس في كل بلاصه، ناس راها في المواقع نتاع التواصل، ما تخليهمش يرقدوا نهار، خليهمش ضيق عليهم النفس من كل جهه، يخرج لبرا يلقى الشعب يحاصر فيه، يدخل الكازارنة يلقى الجيش يحاصر فيه، يروح للقناة الفضائية يلقى ناس في الإعلام يحاصروا فيه، يخرج لبرا يلقى ناس يحاصروا فيه، من كل الجوانب، من كل الجوانب. ما تخلي له حتى مجال، خلي له المجال الوحيد هو أنه يخلي المكان للناس اللي راهم هما في الكفاءة، والله تدفعوا له جل باش يخدم. هذوك مثلا أنت والي تحاصروا من كل جهة وتخليه فيما بعد هو يصير يخدم في الطرقات ويخدم في المشاريع، يا خويا يخدم، المهم بصح انت ما لازمش انت تخليه، خليه قاعد وجي في دارك وقال روح دارك مسؤول ودير واش حبيت، ومن بعد كي تقلق انت تخرج 1 2 3 فيفا لانشيري راك غتعيط برك، تعيط تستهلك في الطاقة نتاعك هذيك وتفش في الغضب نتاعك وبسلمة بالعافية. لا هو الاخ نور الدين هكذا تناقش الافكار. دوك واحد الانسان عنده فكره يعني ويطرحها والناس تسمع والناس ترد عليها والناس تقدا وتكون يكون النقاش في المستوى. انا النقاش اللي نتناقش معك مانيش ضده، لكن انا راني نطرح بعد وجهات النظر للناس اخرين اللي سمعتهم يتكلموا يقولوا لا فائده مع هذا النظام والامور جربت وكل شيء. لكن هاد الناس هادوما يشوفوا باللي انه طريقه الانتخابات والدخول في الانتخابات مضيعه للوقت. واحد اخر قلت لا كيما دوك انت راك عطيت فكره اخرى، مع انت تجنيد الشعب الجزائري لدخول الانتخابات ليس من اجل الانتخابات، وإنما تجنيد الشعب الجزائري دخول الانتخابات لفرض النتائج الصحيحة. إذا كان هناك تزوير، الشعب ما يقعدش في داره ويقول مزور وخلاص، ما أنت راك تحرك فيه. أسمع دوك هذا الشعب راهو عنده عامين، راهو عنده عامين. لو كان الناس درك هما في البداية لا سيما قال من هذا الناس اللي هما كانوا ينشطوا قبل الحراك،
نعم. قال مثلا هذا المجموعه نتاع رشاد وهذا المجموعه نتاع حركه الضباط الاحرار، وقدروهم مثلا يضيفوا لها بعض اشخاص اخرين، وقال مثلا يتصلوا بشخصيات وطنيه اللي عندها سمعه تاريخيه، وقدروا مثلا هما يوصلوا لصيغه لو كانوا هما قدروا ياثروا الحركه. هما للاسف ما قاموش بهذاك الخدمه هذيك، وخلاو الحراك هو الحراك راهو كان فيه منذ البدايه. انا يعني قلتها والكلام تاعي موثق ومسجل. الحراك كاين فيه جانب تلقائي، جانب عفوي، وكاين فيه جانب مفتعل. راهم كاينين الناس دوك نتاع راهم داخل الحراك، ناس خدامين خدامين مع جهات، وكاينين الناس راهم يدخلوهم حتى للسجن خدامين. هاك تشوف فيهم الناس اللي راهم دوكا في الخارج، كاين منهم اللي كان يلعب في دور تاع معارضة لكنه مكلف بمهمة. وبالتالي درك هذاك عدم التأطير نتاع الحراك مع الوقت مع الوقت لعبوا فيه، وقدروه ما يكسروه يكسروه بشويه. شوف مثلا مثلا الوقت نتاع الفيس، درك نعاود نرجع لك للنقطه. شوف مثلا وقت الفيس ما قدروش هما يكسروا الفيس ضربه واحده، كي شغل واحد انت عندك جبل ياكلوا فيه بالطرف. هاك تشوف نهار اللي كنا كتله مثلا، كنا كتله مثلا هاد الناس اللي راهم دوكم مثلا في الخارج الى حد ما ولو اشخاص، لكن كنا نلتقيو. قال مثلا نتحدث مع زيطور، قال نتحدث مع شوشان، نتحدث مع حسين، نتحدث مع نتاع الارشيدي، نتحدث مع نتاع ذاك كذا. كاين هذاك الخيط نتاع التواصل كاين، ولو اننا مختلفين ولو اننا ماناش متفقين، لكن مع ذلك كاين هذاك الحبل نتاع التواصل. الشعب درك هو راهو يشوف وراهو يتابع وراهو يسمع وراهو يحلل وراهو يناقش وراهو يقارن. نهار اللي درك مثلا هذاك الخيط هذاك اللي راهو كان وتقطع، خلاص ما تنتظر والو. بالتالي درك ما تقدرش انت درك هذا تأطر الحراك الا عن طريق واحد اخر، طريق اللي هو هذا غير موجود من قبل، بحيث هو انه هذا الحراك اللي راه موجود اللي هو عبارة عن الحركة. درك لما يدخلوا ناس عن طريق الانتخابات راح تخرج درك هذه الطاقات، تبدأ هي تمثل التمثيل الحقيقي على مستوى الولايات. لما تخرج تولي هي فيما بعد هي تأطر الحراك، وفيما بعد تمشي قدما. مانيش عارف اذا كان راني اجبتك ولا راني خرجت على لا لا تسمى داك هو. احنا انا راني نطرح في اسئله راهي تجي في راسي. طرح اسئله من بين الاسئله اللي طرحتها لك راهي باش راهي من خلال سماع الاخرين، يعني عن طريق يعني سماع بعض المداخلات تاع الناس. يقول لك ما فيش جدوى، ولكن يقول لك ما دام انه النظام اللي راهو الان، النظام هذا اللي راهو الان مازالو نفسه النظام تاع بوتفليقه، ما تغير والو، ما تنتظرش منه انه هو يجي يدير لك انتخابات حره ويخلي الناس نزهاء يتقدموا للانتخابات. لو كان هذا الشيء يصرى مثلا، لك تقول لو كان هذا الشيء يصرى كانوا الناس الكثير من الناس يدخلوا في الانتخابات مثلا. انتخابات واش عليها؟ اسمح لي الاخ نور الدين، واش عليها؟ غصبرني في هذه النقطه بقى. اسمح لي الاخ نور الدين، واش عليه درك هذا النظام راهو دوك هو زور؟ اصبرني راهو دوك هذا النظام راهو زور وعاود رجع دار برلمان واحد اخر. المهم انت دوك مثلا قال كاينه 400 نائب مثلا، اديت انت 10. اصبرني قال درك هذا النظام راهو زور. يخليني نفهمك، غصبرني هذا النقطة باش ما تروحش.
الاخ باش ما تروحش من بعد بعد ما نروحش الاخ نور الدين اسمح لي اسمح لي انا مانيش نقول لك انا راني نطرح لك في مساله ماشي متعلقه بالانتخابات والنتيجه تاعها واش لازم تدير انا راني نطرح لك في مساله كيف الانسان اللي هو لا ما يمنش بالنظام انسان ما يمنش بالنظام انه وما يثقش في النظام كيفاش تفهموا باش هو يروح يدخل في عمليه انتخابيه دايرها النظام اللي هو سليل النظام البوتفليقي ما تغير والو يا راجل انت ماكش فاهمني واش راني نهضر ماشي ماكش فاهمك انت يا درك راني قلت لك انا هذه راها وسيله لتأطير الحراك تذوق الحراك هذا درك ما دام راني قلت لك انا حبل التواصل ما كانش كيفاش راح انت تأطر الحراك هذه راها وسيله من اجل تأطير الحراك انت درك غدوه مثلا عندك درك مثلا البرلمان هذا فيه مثلا 400 نائب غدوه انت اذا ما كان ما قدرتش تدي انت الاغلبيه ولو تدي ثلث من هذا البرلمان عندك درك غدوه مثلا انت 100 نائب في البرلمان وعندك 100 قولوا مثلا 20 ولا 30 ولا 40 ولا 50 قال مثلا في مجلس الامه اي عندك كتله على الاقل هذه الكتله تتحدث باسم البرلمان وبقى انت سيدي عيط على روحك في الطريق كاش واحد منعك اقعد انت عيط وقعد انت مارس الحركه نتاعك وقعد انت ماكش مامن بالانتخابات وماكش مامن بهذا الخيار هذا ولكن غدوه راها كاينه كتله راها تعبر تعبر داخل البرلمان وتبقى كما كنت نقول لك انا ما لازمش تخلي المكان شاغر لانك لما انت تخلي المكان شاغر هم راحين يعمروه غدوه سيدي راه ممكن يجمع في البرلمان يزعجوهم يروحوا لمجلس الامه ولو يطبطبوا فهمت خي انت دوك راك تقول باللي مره على مره نسمع على ناس يقول لك باللي يخرجوا يجوا في البالكوات وطبطبوا يا سيدي يجي في البرلمان وطبطب دير لهم طاوه ثم دير لهم شكاره نتاع حليب كما كان يدير هذاك واش اسمه هذاك ميسوم فهمت يا سيدي قال عندك 100 نائب كل 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 نائب هز شكاره حليب ثم في البرلمان هاي مجلس الامه يروح يلقى شكاره الحليب وين ما يروح يلقى في الوزاره يلقى شكاره الحليب وين ما تروح تلقاه ما لازمش تخلي له الطريق فهمت فرق بين هو انه كاينين الناس اللي هما راهم هما كانوا يحوسوا على المشاركه من اجل باش يتعلموا ومن اجل لاجل باش يكون عندهم حضور مع الحكومه ومن اجل لاجل باش يربحوا ود الحكومه ومن اجل لاجل باش يدربوا على المسؤوليه وبين ناس حاملين مطالب نتاع شعب حاملين مطالب نتاع شعب ويسعوا من اجل تغيير حقيقي ومن اجل خلق المبررات وتهيئه الظروف الناس داخل الجيش على جال باش هما يتحركوا في الوقت المناسب لانه درك هما هو راهو يعتمد لك على الشرعيه هذه في غيابك انت هو راهو عنده شرعيه نسبيه فهمت ماهيش شرعيه مطلقه ماهيش شرعيه شعبيه حقيقيه عنده شرعية جزئية يقول لك أخوي أنا هاو انتخبت ها عندي مجموعة من المرشحين يترشحوا ما كان حتى واحد طعن في الانتخابات راه عنده حضور دولي راه تستقبل فيه الدول راه هكذا راه هكذا انت غدوة كي تدخل في البرلمان وتصير عندك انت كتل ثم في البرلمان وتطبطب عليه تحرجوا تذوك المجموعة اللي راه فرق بين انك انت واحد نائب في البرلمان يخبط يدو على الطابلة وبين واحد اللي راهو جاي في الطريق ويعيط فهمتني غدوة انت فرق بين واحد انت وزير يخرج ويخبط يدو على الطابلة وبين انت يا واحد راهو جاي في قناة فضائية وهز الطرمبيطة ويضرب في الطرمبيطة تذرك هذه الامور هذه لما انت تدخل وتكون حامل هم الشعب هاو الفرق فرق بين واحد حامل هم الشعب وراه يناضل من اجل تجسيد المطالب نتاع الشعب وبين واحد راه هو يحوس على جل منصب والله يحوس على جل تبياش والله يحوس هو على جل ما على باليش انا بريستيج والله راه يحوس على فرق كبير كبير وانا قلت لك باللي هذه وسيله
من اجل تاطير الحراك. يا اخويا انا نتكلم. قال سي محمد انت عندك راي، انت عندك وجهه نظر، انت من حقك باش تعبر في فيديو ولا كذا، ولكن هذاك راه منتخب من طرف الشعب. منتخب غدوه لما يكونوا منتخبين في ولايات مختلفه يتحدثوا باسم الشعب. راهم في مجموعه لجان مستقله متبنيين هذا الفكر الحراكي، متبنيين الفكر هذا نتاع التغيير الحقيقي، ويسعوا من اجل تمثيل الشعب احسن تمثيل. غدوه يكونوا اطارات من الشباب من مختلف تخصصات وتوجهات ويتحدثوا باسم الشعب. اما باش تجيب انت انسان راسه مسكر وحاكم لك الميكرو وجماعه راهم يدزوا فيه وراهم يطبعوا فيه وراهو كذا، او راها جهات راها تسند فيه في قنوات فضائيه او في وسائل اعلام مختلفه، يتحدث لك باسم الشعب ويحوس هو يوصل لك للسلطه بدون البرلمان، او راهو عنده اغراض واحد اخرى، راهو يحوس على البزنس ولا على التجاره ولا يحوس على الشهره، ما نعطيلوش انا الفرصه. ما نعطي الفرصه لا لهذا اللي راهو يتحدث يحوس يتحدث باسم الشعب، ولا اللي راهو هو يستغل في الشعب وفي السلطه. في زوج انا ضدهم. حوس على ناس اللي هما يمثلوا الشعب احسن تمثيل، تمثيل حقيقي، واللي هما يخدموا الشعب. شوف كاش واحد دار اسئله اول. واش راه يقول هذا الاخ اسماعيل؟ واش الاخ اسماعيل؟ مجلس تأسيسي منتخب. المهم كاين بعض الكتبات هكذا ما تبانليش في تسمى الخلفيه نتاعك اللي راك دايرها، ما تبانش فيها لا كولور البيضاء هذيك مليح. هو يقول لي قال لك عبي شريف اذا لم نشارك في الانتخابات فكيف سنشارك مع النظام؟ هذا كان السؤال الموجه لك انت شريف. قال لك كما دارت زبيدة عسول. ايوه زبيدة عسول حاطه يد مع الغديري. اه راح ودخل ايه فكرني هذه النقطه دي لازم الواحد يتحدث عليها. اسمع الاخ اسماعيل، انا مانيش نطرح، مانيش ضد واش يقول الاخ نور الدين، انا راني نحاول ندير نقاش. النقاش هذا النقاش اللي بعض الاسئله تطرح في الساحه، وفي بعض الناس فيه بعض الناس ما يوافقوش المشاركه في الانتخابات لان هذه السلطه تزور الانتخابات. لازم انك تطرح هذه الاسئله الاخ نور الدين، لانه هو يعتبر انه الانتخابات كوسيله لجمع الحراك ونفس الوقت لفرض امر الواقع عن طريق الانتخاب. اخ شريفه نعم صبرني برك. تفضل. شوف كاينه واحد النقطة مهمة جدا. نعم. نطلب من الإخوة والأخوات اللي راهم يسمعوا فيا إذا كان منهم واحد يقدر يكوبيها، وإذا كان يعني كان عندي الوقت والله ممكن بلاك نقطعها ويديرها الواحد. لازم تركزوا على النقطة هذه جيدا. لو كان نعاودوا نرجعوا للوراء لقاو باللي هذا غديري كان في وقت من الاوقات ظاهريا معارض لقايد صالح ولهذاك التوجه اللي كان موجود، دخلوه للسجن. دخل للسجن كاين منهم اللي هما تعاطفوا معاه حتى من ناس معارضين للنظام. مش مستغرب هو أن نفس الناس اللي كانوا في وقت من الأوقات يحوزوا على جل باش يوصلوا عليه غديري هذا، هو أنه يعودوا يقترحوه. يعودوا يقترحوه لاستبدال اللي اسمه تبون. ما داوكش ما وصلوكش على غديري بوتفليقة يوصلوه لك بتبون. والله ما هي مستغربة. ومش مستغربة نفس الجهاز اللي استعمل النكاز في وقت من الأوقات يعاود يزيد يعاود يخرجوا يعاود يزيد يلعب نفس اللعبة.
هذه القضيه نتاع الكونسير وهذيك راه كلها اعلام وكذا، فهمت؟ هما كلهم الهدف تاعهم على جال باش يعاودوا يخرجوه، على جال باش يزيدوا يعاودوا ينشطوا الساحه بعد ما دخلوهم للسجن، فهمتوا؟ خلقوا لهم زعما شغل شرعيه تاع هاد الناس، راهم شاركوا في الحراك وراهم سجينوا من طرف عصابه ومن طرف كذا، ويعاودوا يخرجوهم ويعاودوا يلعبوا رول واحد اخر، ويعاودوا يوصلوا للسلطه بطرق واحد اخرى. هادو راهم شوف شياطين تاع انس، شياطين تاع انس راهم في هذا النظام هذا. بالتالي لازم الناس تركز على الحراك وعينها مفتوحين، وتركز على التغيير وعينها مفتوحين، ما تعطي لهمش الفرصة، وتخدم وتكون على بالك بروحك وش راك تدير، تكون عندك طول النفس وتمشي في الاتجاه الصحيح بعينيك مفتوحة. أما هو أنه الواحد يروح يلعب اللعب نتاعهم أو يأمن بالشي اللي راهم يديروا فيه، أو حتى ناس، لأنه هذا الناس اللي راهم دركم بقاو مستمرين في هذه السلطة، هذو ماهمش ناس ساهلين، هذو كاين ناس اللي راهم دركم في السلطة، ناس راهم يلعبوا في الرول تاع المعارضة، وناس دايرينهم ضحايا. لك تشوف أنت صارت الناس صارت تتضامن مع الجنرال توفيق وتتضامن مع الجنرال نزار ضد القيصر، هذا راه نظام مش لعب. الناس راهم دركهم في وقت من الاوقات يسيروا هما يتبنوا الخطاب تاعك، يتبنوا حتى الافكار تاعك من اجل افراغها من المحتوى نتاعها، استعملوها في المصالحة، استعملوها في الانتخابات، استعملوها في هذه نتاع الجمهورية الجديدة، الجزائر الجديدة، هما كلهم من أجل إفراغ المشاريع هذيك من التغيير، التجديد، الجيل الجديد، كل حاجة اللي هي ما من شأنها أنها تجند الشعب، تعطي نفس جديد، يخطفوها لك ويديروها. يخطفوها لك ويديروها هما، ليس من أجل التجسيد نتاعها، وإنما من أجل إفراغها من المحتوى نتاعها، وتبقى تتبع. هاي كانت الناس في وقت من الأوقات كانت تطالب بإطلاق سراح المساجين، دوكا ولات تطالب بإعادة أخويا المساجين وإرجاعهم. قال سيدي أنت هذا النكاز علاش تدي أنت البيض يا سيدي، خليه في البويرة، والله سيدي قربوا لنا ديروا في الحراش، فهمت؟ بعد ما الناس كانت المطالب نتاعها الفوق، كانت الناس تحوس على تغيير حقيقي، تحوس على جزائر جديدة، صارت الناس إطلاق سراح، ولما يخرج واحد يديروا له عرس، هاو البطل العربي بن مهدي هاو خرجها وخرج عليه لابوانت وهاو كذا، وتقعد الناس 15 يوم و 20 يوم وهي ترحي في هذاك الديسك هذاك، وهذا كله داخل في إطار التحريف تاع الوعي تاع الناس، والتخدير تاع الناس، وإبعاد الناس عن المطالب الحقيقية تاعها. خويا ركز الهدف نتاعك، ها هو الهدف نتاعك، روح معاه، وكما قلت لك أنا دور بهم، حوط بهم من كل الجهات. الناس يجيبوا فيهم ما عندهم حتى علاقة بالمعرفة تاع النظام ولا بالمعرفة تاع التاريخ، الناس قاعدين يطبعوا في الناس الأخ إسماعيل وش راه يحكي هنا. نعم نور الدين قال لك سقطت البول من 802. المهم شوف نقول لك، هذا الناس هذو هم عندهم عدة أسماء أخ إسماعيل، هذا الناس عندهم عدة أسماء وما راهم يرهنوا عليها، وتبون درك هو إذا قدروا يوقفوه، فهمت؟ إذا قدروا يوقفوه يمشي على رجليه، ولو يديروا له بروتيز حتى إذا حشوا له رجله والله يديروا له بروتيز. المهم إذا كان قدروا على جل باش يوقفوه راهم يجيبوا به وقت، وإذا ما قدروش تأكد هما راهم يربحوا في الوقت. ها
هاك تشوف في وقت من الاوقات الناس قال انه طالب غير فقط غير باش يخرج برك يدير لنا فيديو، دار لهم فيديو ومن بعد قال لك لا. ودوك هاك تشوف هام ديجا ضربوا فيها 6 شهور ولا 4 شهور، وهذه كل هي لفائدتهم هما، راهم يستعملوا فيها عمل نتاع الوقت، وعندهم عده خيارات. من بين الخيارات نتاعهم راهم دايرين هذاك وزير الخارجيه هذاك بوقادوم، راهم حاطينه في لا ليست، فهمت؟ راهم عندهم عده اسماء راهم حاطينهم، وكاين ناس راهم ينتظروا في التليفون. لذلك حنا ما لازمناش، حنا مليح هو انك انت تعرف واش راهم يخموا واش راهم يفكروا واش راهم هما يبرمجوا، مليح. لكن في نفس الوقت خمم انت واش راك تبرمج، خمم انت واش راك تستشرف، خمم انت واش راك تحوس تدير. لانك انت لما تكون انت في خصم في خصومه مع وسمو، لازمك تعرف النقاط نتاع الضعف نتاعهم، تعرف انت كيفاش تواجههم ومتى. ماشي تبقى غير نقولوا مثلا انت راهم قالوا يقول لا روحوا. المهم خمم وخطط وبرمج واعمل على جال باش انت تجسد واش راك تخطط واش راك تبرمج واش راك انت تهدف ان شاء الله. ان شاء الله توكل الاخ شريفه. لا ما باش راني نتبع فيك الاخ نور الدين. انا راني هنا كمحاور. راني كمحاور باش بدك باش فهمت، بس خاطش لو كان الافكار في بعض الحين كي تبعتر هكذا ما انا راني نشوف. لا راك انا نشوف في اعتقادي راهو نقاش كثيري. لا انا في اعتقادي راك تمشي طريبيان. لا انا هذيك نخليك انا اللي تمشي بها، راني نسال فيك لان في الاسئله اللي مطروحه في الساحه هما كاين شوف كاين الاخ شريف الاخ عيسى عيسى واش بيه؟ عيسى عمرت لك ريشه ولا مازال؟ عيسى دوك راه بالك يتعشى. خليه يتعشى، قول له لو حبيت دير مدخله كي تكمل العشاء دخل. تهبطوا بلاصين. كملت عيسى ولا مازال؟ فهمتني؟ مازال. راك فاهم؟ يضحك. يضحك. لوحنا وطلع عندنا النهار كيف مزيك تلعب. انا جاي قال لك راني جاي. او جاي اوكي. فهمت الاخ نور الدين. المشكل اللي راهو موجود دوكا في الساحه، كاين ناس ما يبنوش بالانتخابات وكاين الناس يمنوا بالانتخاب. الناس اللي ما يمنوش بالانتخابات ماشي من اجل الانتخابات حد ذاتها، ما يمنوش بالانتخابات في ظل هذا النظام. لكن لماذا يقولوا هذا الكلام اخ نور الدين؟ يقولوا لان مرينا بالتجارب مع هذا النظام في قضيه الانتخابات. حتى هو انك توصل مثلا نعطوا مثال، انت تحضر الانتخابات وتدخل في الانتخابات وتولي عندك كتله برلمانيه تابعه للشعب الجزائري في الحراك. النظام خدمته معروفه ما يصنتلكش، لان احنا شفنا كثير من النواب اللي كانوا في البرلمان قدموا الاقتراحات، الكتله البرلمانيه قدمت اقتراحات فيما يخص كل الدساتير اللي تغيرت من عهد بوتفليقه. قدموا الاقتراحات. ويحيى لما كان هو حاكمها جاب دار اللجان باش زعما يتناقشوا في الدستور ويديروا تعديلات ودا. جاوا الناس عطاوا له التعديلات. الناس هادو شوف بعد ما سقط بوتفليقه، الناس هادو اللي مدوا المسودات تاع اقتراحات تاعو كلهم جاوا في الاعلام وذكروها وقال لك باللي السلطه في ذاك الوقت في وقت بوم البيت بوتفليقه تناديك تزقيلك، معناتها تزقيلك باش تشاركها بصح ما تسمعلكش.
يا الاخ شريف. شوف الاخ نور الدين، شوف الاخ نور الدين، انا مانيش نهضر لك، انا مانيش نهضر لك على على المستقبل، انا نهضر لك كيفاش الناس راهي ما تحبش تروح. فاهمك فاهمك. اعطيك صح. شوف نقول لك اسمع، دوك هذا نظام، درك كاينين الناس اللي راهم درك هما كانوا مشاركين في البرلمان ولكن ما يعرفوش الطبيعه نتاع النظام. نعم. ما يعرفوش طبيعه النظام. نعم. بالتالي تلقى انت دوك مثلا واحد هو راهو نيته على جال باش يروح يدخل البرلمان. نعم. من بعد لما يدخل البرلمان يلقى روحه دخل في صفقات، دخل في علاقات، وهذا النظام هو راهو عنده ناس اللي هما اللي ما كانش فاسدي في الزدوه. نعم. لحقوه هو انه ناس، قال مثلا واحد كان مع البيش انا ما يعرفش حتى يلبس السروال تاعو، من بعد خرج طريق خلاص دار قرون. والنظام هذا هو هذه الخدمه نتاعو. انت ما لازمش تركز ليه كما قلت لك انا على التفاصيل تاع قانون وما على باليش انا ومقترح ومشروع، هذيك تفاصيل. تركز على طبيعه النظام، تعرف النظام كيفاش راهو يخدم، تعرف الاساليب نتاعو، تفهم باللي راها كاين فيه دوله عميقه راها لك بالمرصاد، عندها القوانين، عندها الصحفيين، عندها الائمه، عندها تو البالو، عندها في الجمعيات، عندها الممثلين، عندها ناس في التلفزيون، عندها ناس في الداخل، عندها ناس في الخارج، عندها ناس حتى في المرشيات، عندها ناس حتى في الحمامات، عندها ناس حتى دايرين طاكسيات. تعرف هذوك الطبيعه نتاع النظام، نتاع لما راك رايح تدخل انسى هذه نتاع انا رايح نقترح نقترح قانون، وهذه انت راك تحوس على تغيير نظام. بالتالي لازمك انت تعدلوا العده. انت درك ما تقدرش انت تنظم روحك وانت ما عندكش الشعب، ما تجيش. انت لازم هو انك انت كيفاش انت تحرك الشعب. كاينه اشياء اللي انت تحركوا بها، قال دوك هاي جات مناسبه تاع هذه تاع 22 فيفري، قال كيفاش انا نستغل هذه المناسبه على جال باش انا نجند الشعب. الشعب خايف، خايف من الماساه، راه يشوف مثلا في سوريا، يشوف انت في ليبيا، راه يشوف لك هو في اليمن كيفاش، يشوف لك في السودان كيفاش تقسم، يشوف لك في 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 كذا. بالتالي شعب خايف ومن حقه باش يخاف. الشعب فقد الامل ومن حقه باش يفقد الامل في هذا الناس، ناس وانتخبهم طلعهم، ومن بعد يلحق لك انت واحد العاصمه يبدل التليفون نتاعو، واحد يبدل حتى المراه نتاعو، يبدل حتى العائله نتاعو، الناس ما يحشموش. بالتالي دوك الشعب هو من حقه، من حقه اجل باش يفقد الامل في الناس. فجات هذه الفرص، جات هذه الفرصه، قال مثلا تاع هذه تاع 22 فيفري حاول كيفاش انت تستغلها من اجل تستقطب الناس من كل التوجهات، دون هو انك انت تحدث قلاقل، دون هو انك انت تدخل في صراعات. تحاول توحد هذوك الجزائريين والجزائريات حول نشاطات، حول اعمال اللي هي من شأنها انها ترسم مناخ جديد، وتحاول هو انه شيئا فشيئا انك انت تستعيد الثقه فيما بعد، انت توحد هذاك التنظيم هذاك، وفيما بعد تبدا انت تنظم، تبدا انت تاطر، تبدا انت تهيكل، تبدا انت فيما بعد انت تدخل انت للقوانين، تدخل انت للبرلمان وللبلديات، وتوحد فيما بعد الجهود من اجل انت تغير النمط نتاع هذاك النظام. تدخل انت فيما بعد تسير فيما بعد، قال مثلا غدوة لما تسير فيه منافسة شريفة، وتسير فيه مثلا قال مثلا دوك مثلا انت نقاشات حول افكار وحول برامج وحول مشاريع، تشجع انت ناس حتى ولو انه راه ربع من الناس يتبعوا فيك. لكن فيما بعد يجيو ناس يسمعوا يقول لك اخويا والله حوار ما شاء الله، والله كذا انا ندخل في نقاش. لكن لما انت تصير انت تلعب في هذاك اللعب نتاعهم، حتى ولو راه ما عندك الملايين، غدوه يجيو ويوليو يسمعوا فيك ربعه من الناس. فهمتني؟ اذا دوك انت هذه القضيه جاتك فرصه، لازمك انت تحسن الاستغلال تاعها، سواء انتخابات في التشريعيه، سواء الرئاسيه،
سواء البرلمان كما انت صياد هذاك ماشي غير يتيري برك، لازمك انت تختار الاوقات وتجيك تجيك المناسبات، الا ضيعتها راحت لك. جاتك مناسبه مناسبه درك هذه نتاع الحراك، حاول كيفاش انت تستغلها تستثمر فيها من اجل علاج باش انت تعاود، هو انك انت تحيي الشعله هذيك نتاع الحراك هذا، لانه كاين ناس راهم ساهموا في تقسيم الحراك، ساهموا فيه من خلال الغباء نتاعهم، ساهموا فيه من خلال التحريض نتاعهم، ساهموا فيه من خلال اثاره بعض النعارات، ساهموا فيه من خلال الجهويه، ساهموا فيه من خلال عدم التركيز على القضيه الوطنيه، ساهموا في التقسيم نتاع الحراك باساليب مختلفه. تجت عاود جاتك الفرصه واحده اخرى، حاول كيفاش تستغلها من اجل تاطير الحراك تاطير صحيح، وباش انت تحقق هذيك الوسم الاهداف اللي انت راهو خرج الشعب من اجلها. واش راه يحكي يا بدات اسماعيل سليمان السعداوي ارى انه اراد التغيير ولا هذاك دخل في جهاز، هذاك دخل في جهاز نتاع فلان وخلاص هذاك شد التغيير نتاع داخل الحزب ما يقدرش يغير خلاص. لازمك كشغل نتايا تجيب في بياسة داخل الموتور مكولي، واش راح تغير؟ ما تغير والو، لازم لك موتور واحد اخر. عندك انا خايفين هذاك، واش انا خايفين اخ نور الدين، خايفين تدخل الانتخابات يوقع الموتور نفس الشيء. نو 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 ماشي كيف كيف الاخ الشريف، انت ما راكش داخل في السيستم نتاعهم، راك رايح تدخل. انت كيفاش راح تدخل؟ هاي فاهم كيفاش راح تدخل؟ كيفاش راح تدير؟ كيف راح تدير؟ هاي قول لي انت كيفاش راح تدير؟ لا لا شوف هاي دوك انت ماكش مأمن بالانتخابات، ماكش مأمن بالانتخابات، كيفاش راح تغير انت؟ واش هي الخيارات الاخرى؟ الخيارات الاخرى قال مثلا انت دير انتفاضه، سكر الطريق، دير اضراب، ومن بعد واش راح تدير؟ رايح فيما بعد ترجع للانتخابات رغم انفك، دير انقلاب. انا اسمع شوف 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 الاخ نور الدين، لابد من دراسه دراسه انا من انه هنا تكون دراسه معمقه في قضيه انواع التغيير. مثلا احنا شفنا باللي باللي كيش يقولوا له حنايا سنا بالعربيه كيش يقولوا الدول اللي كانت تابعه للاتحاد السوفيتي، رومانيا وبولونيا وكذا، ما فيش بلد واحد وعندهم الحكم تاعهم يشابه الحكم الجزائري، عسكري ديكتاتوري، ما كانش هضره. ما هذه الدول اللي كانت تابعه للاتحاد السوفيتي، لما بدا الاتحاد السوفيتي يتكسر، هذه الدول هذه شعوبها ما راحتش للانتخابات، لماذا؟ لانها كانت تعرف مسبقا انه النظام فاسد، نظام فاسد ما يقدروش يلعبوا معاه السياسه. فواش داروا؟ داروا مسيرات وداروا كيش يقولوا حنايا الاضراب عام. بعد القور النظام بحد ذاته لقى روحو حاصل، ما قدر يدير والو. واش دار؟ اش بدروحو؟ والشعب شكون دار؟ رفضوا الناس اللي يحتاجوهم، داروهم في البلاصه، انتخبوا عليهم، ومن بعد بدات المسيره تمشي. بعد بداو يديروا في الطرق اللي باش يغيروا شي. ايوا لكن الشعب نتاعهم ماهوش الشعب الجزائري، والمشاكل نتاعهم ماهيش المشاكل نتاع الجزائر. مشاكل نتاع الجزائر يا الاخ شريف راهو عندك قرن و32 سنه نتاع احتلال.
وما زالت بعض الأشياء إلى تاريخ اليوم مرتبطة بفرنسا، من بينها الاتفاقيات نتاع إيفيون، كاين اتفاقيات. شوف أنا راني شوف عندك مؤسسات دولية راه موجودة عندك، موجودة عندك في حاسي الرمل وفي حاسي بحبح، وموجودة في كل مكان. عندك حتى علاقة كريم؟ سي 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 عندك، عندك فتنة عامية راه فيها ما عندك حتى. شوف الأخ نور الدين، الأخ نور الدين ما عندكش شوف الأخ نور الدين، الأخ نور الدين اسمح لي، إلا التغيير، التغيير دوك النظام، النظام هذا الجزائر، شوف الجزائر الشعب الجزائري كما قلت لكم قبيل أعطى فرص متعددة للنظام منذ 62، وإحنا الجزائر الشعب الجزائري أعطى للنظام فرص باش فرص أعطت فرص باش النظام يصلح نفسه بنفسه. الشعب الجزائري اصبر، لكن الآن مع الأمر اللي راهو كيفاش يمشي، بعد ما خرجوا الملايين تاع الجزائريين مازالوا النظام يدير نفس الشيء. انت رحم والديك، انت في النظام اللي درت انت، داروا ناس مسيرات وغيروا نحاو بوتفليقه بالسيف، مازال دوكا يدير نفس الشيء اللي كان يديروا في التسعينات. ما تغير والو، يدوا الناس لحبس على جال عنده راي، يكتب حاجه يديوها الحبس، الناس يخرجوا في الطريق يديروا الاخر يجيو يديوهم. هي من المفروض لو كان هناك تغيير كانوا هاد الناس على الاقل، على الاقل يمشوا بالرأفة مع الناس هادو باش يوصلوا للتغيير، التغيير سلس بدون عنف. او زقيك عيسى، عيسى سيدي يدخلوا بعد تشوف يقدر يدخل، لازم غير خرجت انت، ما نقدرش ندخله. قال لك راني نستنى. هيا خلاص دخلوا، دخلوا واي. هيا اوكي داكور، هيا بلا صح اشري. هيا صح. دوك نصير نعاود ندخلوا. يا خويا راك داخل بزوج دو كونت ولا واش؟ وين راه عيسى هذا خويا؟ يا سيدي ورينا النوطر نتاعك. دراك يا سيدي، واش هذا؟ مانيش نسمع فيك يا عيسى. صوت ما كانش الاخ عيسى. الاخ عيسى ما كانش الصوت. عيسى شوف ترى الميكروفون تاعك بالك لا راهو حبس. يا الله راك تسمع فيا انت؟ انا مانيش نسمع فيك، والكاميرا نتاعك راه ثقيله، مانيش نسمع فيك. عيسى نكوبيو هذا البث هذا ونعاود نرجع. المهم اخواني نعاود نرجع شويه بعد قليل.